مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي. في سهرة جديدة والأهلي يحاور. الأهلي يحاور في هذه الليلة شخصية مختلفة، شخصية لها مكانة اجتماعية، عالم طبيب، لكنه مش مجرد طبيب عادي، هو رجل حكيم يجمع ما بين الإنسانية والعلم. كل الناس اللي تعاملوا معاه بيشهدوا له بأنه له مواقف معاهم، إزاي كان عنده تأثير كبير في حياة كل الناس اللي اتعاملوا معاه، ما أصبحوش بالنسبة له مجرد حالات مرضية، لأ، بينهم وبينه روابط إنسانية، بينهم وبينه علاقات أخوية. إنسان بيتميز بالتواضع الشديد رغم أنه له مكانة علمية عالمية، ولكن هو نبت من نبت الأهلوية، نشأ في النادي الأهلي، لعب له جانب رياضي في حياته، الناس تعرفه كطبيب عيون شهير جدا جدا ومهم جدا جدا، ولكن هو أيضا رياضي وإنسان له مكانة اجتماعية. ضيفنا النهاردة ضيف مهم جدا وصاحب تاريخ كبير جدا هنعيشه مع بعض. ضيفنا النهاردة هو حازم عبد الرحمن ياسين. هو طبعا ضيفنا الدكتور حازم محمد حسن ياسين او حسين ياسين. حسن ياسين. انا كويس اني فاكر. دكتور او طبيب العيون الشهير، وهو مش مجرد طبيب، طبعا بالاضافه لصداقتنا الطويله، بالاضافه لمكانتك المجتمعيه دكتور حازم، لكن انت بتتميز بالانسانيه، بتتميز بالمواقف الكبيره. النهارده هنحاور شخصيه لها في قلوب الناس كتير مكانه ومواقف انسانيه، وهنخش على حياتك الرياضيه وارتباطك بالنادي الاهلي. دكتور حازم ياسين يمكن طبعا ناس كتير عارفين ان هو جراح عيون شهير جدا له مكانه عالميه، ولكن ما تعرفش ان هو كان واحد من لاعبي النادي الاهلي في كره القدم. دكتور حازم اهلا بيك ومرحبا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، قناه ناديك المفضل. يعني عايزين بس حضرتك كده تقول اول كلمه للساده المشاهدين. زي ما انا يعني شعرت بالخجل جدا من المقدمه الكبيره دي اللي انا شايف ان انا ما استحقهاش. لا اكتر مما تستحقها والله، يعني اكتر من قدري بكتير، ومش عارف اقول لحضرتك ايه على المقدمه الجميله دي. اولا انا سعيد قوي ان انا يعني جاي داخل هذا المكان شايف يافطه النادي الاهلي، وانا داخل مدينه الانتاج الاعلامي حاسس ان قلبي بيزغرط، يعني حاسس كده ان انا زي ما اكون مثلا راجع بيتنا جري او حاجه. اول مره اجي هنا الحقيقه، شرفت ويعني شرف كبير قوي ليا ان انا اكون موجود في هذه القناه اللي انا شايف انه التطوير بتاعها خلى المشاهدين بتوعها يتزايدوا، يعني اصبحت مرجعيه في اراء وبرامجها جميله. انا في اوقات كتيره جدا لما برجع البيت واكون مثلا رايح انام اشغل القناه واسيبها دايره، واصحى الصبح الاقيها دايره، حتى البرامج لما بتتعاد بلاقي نفسي قاعد زي ما اكون رامي ودن وانا بلبس هدومي او ماشي. فجميلة قوي ان انا موجود النهارده هنا. انت حضرتك عملت مقدمه اجمل من اللي احنا قلناها في جزء من حقك. احنا معانا تقرير يعني كده بسيط عن حضرتك، زملائنا في الاعداد يعني مجهزينه، نسمعه ونرجع تاني. ربنا يخلي حضرتك. واحد من أشهر الأطباء في العالم، برغم ارتباط اسمه بالمشاهير إلا أنه طبيب ماهر لكل الناس. ارتبط بصداقة قوية مع الفنان الكبير فؤاد المهندس بعدما أجرى له جراحة دقيقة، وكذلك بعدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع. لكنه لا ينسى العملية الجراحية الدقيقة التي أجراها للفنان أحمد السقا بعد إصابته أثناء تصويره لفيلم الجزيرة. تأثر كثيرا بوفاة والدته الدكتورة سهام قداح، وكاد أن يعتزل الطب، لكنه سرعان ما استعاد نشاطه وخدماته للإنسانية والعلم. هو أهلاوي من طراز فريد،
يعشق الرياضة ويدعو للروح الرياضية، وجه رسالة مهمة لدعم الأولمبياد الخاص المصري، ودعا كافة أطياف المجتمع لدعم متحدي الإعاقة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. نال تكريما كبيرا من الأولمبياد المصري الخاص. الدكتور حازم ياسين يتحدث في العديد من الملفات والقضايا بين العلم والرياضة ورسالته للجماهير وذكرياته مع الأهلي في حوار مختلف. الأهلي يحاور. دكتور حازم، يمكن التقرير الصغير ده لخص المحاور اللي هنتكلم فيها، وهي طبعا يعني مهما ان احنا حاولنا هناخد مقتطفات من محطات حياتك. خلينا نتكلم الاول على علاقتك بالنادي الاهلي وبدايتك في النادي الاهلي. خلينا الاول اشكر فريق الاعداد واشكر المشرفين على البرومو اللي طلع ده او على التقرير اللي طلع ده، لانه الحقيقه انا ما سويش واحد على عشر من اللي هم عاملين. لا، على العكس، ده هو عشر، ده هو واحد على مليون من اللي حضرتك تستحق. انا متشكر جدا. الحقيقه انا علاقتي بالنادي الاهلي ابتدت من وانا طفل صغير، لانه انا لما نشات كان بابايا الله يرحمه عضو في النادي الاهلي، وبطبيعه الحال الاطفال على طول لازم بيتعلموا السباحه. فأنا أذكر بالخير كابتن رويتر، يا ما كلت منه، الله يديله الصحة، يا ما كلت منه خرزانات، والله لو سمعنا ويقدر يعمل مداخلة، يا ما كلت منه خرزانات في عز الشتاء أنا بتعلم سباحة الأول. شخصية جميلة. فإحنا بالنسبة لنا النادي ده وإحنا صغيرين كان كل يوم، يعني يا بتروح التمرين يا بتروح مع باباك بعد ما بيخلص الشغل. وفضلت كده الفترة الأولانية من طفولتي، ويمكن لغاية لما التحقت بالأشبال بتوع النادي الأهلي في الكورة. كان ساعتها كابتن مصطفى حسين الله يرحمه، كان ساعتها ملقب بأبو الأشبال. صحيح. كان رجل دامث الخلق جدا يا كابتن أيمن، مش عارف يعني حضرتك قابلته ولا طبعا. لا طبعا ازاي، حاجة صوت خفيض وفي يعني زي بحة كده في الصوت، وبعدين لما يتكلم تحس انه من كتر ما الناس بتنصت انه زي ما يكون صوته عالي جدا. وطبعا هي كلمة واحدة وخلصنا، ما فيش اكتر من كده. وكنت ساعتها بلعب وينج يمين زي كابتن مصطفى عبده، ربنا يديله الصحة والعافية. فطبعا السرعة كانت حاجة مهمة جدا، ورفع الاوفرات كان ساعتها الطريقة الوحيدة اللي معروفة في الوقت ده، هو 4-3-3، انك تجري بالكوره وترفع للسنتر فورورد على اساس ان هو يجيب كوره بايده، بيعزي براسه او برجله او الى اخره، او بايده زي مارادونا، مش مشكله. فالحقيقه الفتره دي طبعا من امتع فترات حياتي، وللاسف الشديد بقى ما استمرتش. يعني مين بقى كان جيل حضرتك؟ كان في على ما اذكر ورا كان في ضيع عبد الصمد. ايوه، اعتقد ان هو كمل في كمل سنة بعد كده ومره. اللواء دي صمد طبعا، لواء شرطه، هو يعني الله يديله الصحه، ومدير الفني النادي الداخليه. واعتقد كان في قدام قبل ما يجي كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، كان في ايمن اسماعيل، كان شعره ناعم كده شويه. أيوة، ايمن اسماعيل. الباقي بقى ما تذكرش قوي الكلام ده، احنا بنتكلم يعني في السبعينات، في الاواخر من السبعينات. طبعا بفتكر بقى كل الـ يعني كابتن خطيب يا مهرناه تصوير، كابتن مصطفى عبده يا مهرناه تصوير، كابتن طاهر الشيخ، كابتن محمد عامر، حضرت كابتن احمد عبد الباقي في الاواخر طبعا، كابتن صفوت. انا بقول لحضرتك طبعا على الناس اللي هم طبعا دول تاريخ. يعني كان بالنسبة لنا في الفترة دي ان انت مثلا تقعد تتفرج على ماتش الاهلي ومنشنجلاد باخ، ده يعني انت حلم. صحيح. والحقيقة بقى انه طبعا في الوقت ده طبعا فريق الاهلي كان كمية من المهارات واللعب المهاري، الكابتن خطيب يعني ياما امتعنا. يعني صحيح. لو انت بالنسبة لك حاسس انه قلبك بينبض والكابتن خطيب بيلعب
شكل الكورة. أنا فاكر في الوقت بعديها بشوية كان في كابتن بوب الله يرحمه مرة دخل في كابتن الخطيب في الاستاد في صدره. أنا أنا فضلت أعيط اليوم ده، يا نهار أبيض، يعني فضلت ادمع. وكان فيها ساعتها طبعا ما كانش فيه وسائل المتابعه الكرويه زي دلوقتي. كان تقعد تستنى النشره الاخباريه بتاعه كابتن فهمي عمر في الراديو، صحيح، عشان تعرف ايه اللي حصل او الدنيا عامله ازاي. فكانت ايام اعتقد انها يعني مش هتتكرر بتهيألي، ايام الندره اللي ليها يعني يعني مكانه في قلوبنا كلنا كجيل. يعني يعني انا بصراحه مش عايز اقول ان احنا جيل واحد يعني عشان ما اكبركش يعني. طب بعد كده بقى حضرتك بقى لما يعني تركت النادي الاهلي في مرحله الاشبال، جيت بقى على التجديف. كان في الوقت دوت نادي المقاولين العرب كان في نوع من انواع الصحوه الرياضيه في التجديف. التجديف كمان كان بيهتم جدا بقصه اللياقه البدنيه، فانت بتلعب على البر وبتلعب تجديف في الميه، ويا رب يكون لسه على قيد الحياه كابتن عباس خميس موجود، ربنا يديله الصحه. طبعا ربنا يديله الصحه كابتن عباس، ابونا كلنا يعني شيخ مدربي التجديف، اعتقد انه علامه فارقه في تاريخ التجديف في مصر. بس هو معلومه كده على فكره، الكابتن عباس خميس واخد ميداليه برونزيه في المصارعه، في دوره العاب بحر المتوسط، واخد ميداليه في التجديف. يعني هو ده الوحيد اللي خد ميداليتين في دوره العاب بحر المتوسط في لعبتين مختلفتين. بس كان دايما الله يرحمه كان يقول الله يديله الصحه يا ربي، كان يقول ان هو اشترك في دوره طوكيو 64. بس هو يعني انت عارف التجديف ما خدش ميداليه في أوكي. في الاولمبياد، لكن هو في دوره العاب بحر المتوسط خد ميداليه كمصارع وبعدين كتجديف. من هو الناس طبعا اللي فارقه جدا في حياتي يا كابتن ايمن، لانه شخصيه قياديه جدا، حازمه جدا، عنده ذكاء فطري. اعتقد ان هو ما خدش دورات تدريبيه، هو كده كان موهوب في التأديف، ويعلمك ازاي تكسب السبق. وكنا نطلع السباقات اللي كانت بتقام في بحيره التمساح في الاسماعيليه. انت فاكر كان بيستخبى لنا على الشجره في البتاع ويصفر، تبص تلاقيه ماشي، انت المركب ماشيه، وبعدين تلاقيه طلع يصفر وبعدين يزعق لنا. انا مش عارف حضرتك حضرت، كان في زمان حاجه اسمها لفه الكباري. طبعا لفه الكباري دي كنا نطلع من عند نادي المقاولين، نجري لغايه كوبري عباس، نعدي كوبري عباس، نرجع من عبد العزيز ال سعود، ثم نعدي كوبري الميريديان، ننزل على كورنيش جاردن سيتي، ثم الى كوبري قصر النيل على الاوبرا، وترجع من كوبري الجلاء 11 كيلو. 11 كيلو كنت تعملها في 33 دقيقه. فهو يجري جنبك بالعجله ومعاه خرزانه، بحيث ان الطابور اللي بيجروا دوت لو حد تخلف يعني هوب تلاقي خرزانه تحت السمانه كده، تلاقي نفسك طلعت جري تاني. ربنا يديله الصحه طبعا كابتن عباس، يعني والدنا كلنا. والله، ويعني هو رب حتى مدربنا اللي بعد كده، يعني حسين رزق ربنا يديله الصحه، كابتن حسين رزق فاكره كويس جدا، وكابتن عبد السميع فاكره كويس جدا، كل الناس الكبار دول. محمد طه، معرفش حضرتك فاكر كابتن عرنوس ولا لا؟ كابتن عرنوس موجود على فكره، وهيتم تكريمه من اتحاد التجديف والله. انت عارف طبعا رئيس اتحاد التجديف هو الدكتور عمرو النوري، طبعا استاذ النسا الشهير، استاذ امراض نسا وولاده شهير، ولعب تجديف كتير. بس لعب هو لعب في النادي المصري. انا مش عايزين بس عشان ذكريات، لانه هيبقى يعني. لكن كابتن عباس ان شاء الله باذن الله نحاول، يعني اذا كان صحي هنحاول نكلمه. يا سلام، يا ريت يا ريت. وطبعا كل اسره التجديف في الحقيقه، يعني احنا مننا مجتمع صغير طبعا، فبنذكر بعض دايما طبعًا. على طول يعني طبعًا. يعني حتى لما بنتقابل بتبقى مين في اتصال بينك وبين اي حد حضرتك؟ يعني كابتن خالد مصطفى، لانه هو كان اكبر مني شويه في نفس النادي، ويتمتع بخفه الظل الشديده، فطول النهار كان نقعد يعني نتبادل القفشات والضحك وكلام زي كده، وفي اوقات كتيره بقى يعدي يغير مقاس نضاره، حاجات زي كده يعني. من اكتر الناس طبعا من فرقتي
افتكر كويس قوي كابتن يحيى عيسى. يحيى حبيبي طبعا. ده هو عايش دلوقتي في الامارات. موجود بره. يعني يحيى على طول احنا على تواصل طبعا. طبعا كان في عبد المجيد سند، كان في في طبعا يعني اسماء يعني مش عارف انا ما انساش، بس طبعا في الاكبر مننا يمكن دكتور عصام شعبان، ما اعرفش حضرتك فاكره. لا ما اعرفوش. لكن من دفعتي انا شخصيا، لان هم كانوا معايا كمان في المدرسه، مهندس طارق ابو كثير، ده بقى دلوقتي يعني حاجه في الهندسه قويه جدا. مين؟ معلش عشان مهندس طارق ابو كثير. وحسن الخطيب اعتقد ان هو ليه مركز دولي، يعني اصبح حاجه يشار ليها بالبنان، يعني الوحيد اللي فشلت فيه انا الظاهر. لا لا، بما انك جبت سيره حسن الخطيب فاحنا معانا حسن تاني، بس حسن يعني حسن هو حسن فعلا، وفنان قدير، فنان كبير، اسم له تاريخ، الفنان القدير حسن يوسف. يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ حسن. يا حبيبي. يا حبيبي ازيك؟ يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا لازم ادخل على قناه الاهلي عشان اشوفك واتكلم معاك. ربنا يخلي حضرتك. ازي حضرتك؟ اولا انا ليا اعتراض على كلامك. اني بالظبط مفيش حد يشار ليه بالبنان الا انت. ربنا يخلي حضرتك، ده من ذوق حضرتك يا فندم. انت بس اللي يشار ليك بالبنان، وانت الحاجه جامده قوي ما شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، من ذوق حضرتك والله. والله العظيم ده انت انسان جميل، وانت يعني اقول ايه عليك، ما شاء الله عبقري. ربنا يخلي حضرتك. كفايه كمان اخلاقك وتواضعك. ربنا يخلي حضرتك، من ذوقك والله. رعايتك للفقراء اللي بيبقى شفتهم بعيني والله. ربنا يخلي حضرتك. باب الشقه لغايه لغايه باب العماره تحت. ربنا يخلي حضرتك، يديك الصحه. ربنا يديك الصحه والعافيه وطولة العمر. والله يعني بما ان احنا بما انه حسن بما انا على التليفون، عايز اقول انه هو قد ايه اسعد اجيال واجيال. طبعا. وقد ايه الافلام بتاعت الابيض واسود كل الناس بتشغلها الى يومنا هذا. والاجيال المتواصله حتى الاجيال الصغيره بقت دلوقتي من عشاق الابيض واسود لما يشوفوا حسن يوسف طالع. انا مش عايز اتكلم واقطع كلام الفنان الكبير. مساء الخير يا استاذ حسن، انا ايمن بدر مع حضرتك. حازم اتفضل. ماشي. الابيض واسود دي عشان كده كشفت سن حضرتك، ابتديت وعندك 5 سنين يا فندم من لفه. لا يا فندم، حضرتك ابتديت من لفه يا فندم. مساء الخير يا استاذ حسن، انا ايمن بدر مع حضرتك اللي بقدم البرنامج. يا حبيبي اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا طبعا ما كنتش عايز يعني اتدخل، لان كلام حضرتك احنا مشتاقين ان احنا نسمع صوت حضرتك ونسمع كلامك. الراجل الجميل اللي قدامك ده. ايوه. انا سعدت بعيني كويسه الحمد لله. الحمد لله. اعمل النار توجعني عشان اشوفه. يعني يقول لي في ايه؟ مفيش حاجه. اقول له لا انا ما عارف ان مفيش حاجه. انت وحشتني، عايز اشوفك. هو كمان بيحب يكحل عيونه برؤيه حضرتك اكيد يعني. لا، وكلنا الحقيقه يعني. انت يمكن حضرتك ما تعرفش المعلومه. ان انا بقول لك ان الناس ما شاء الله ربنا يجزيه خير، من مكتب جوه في العياده لغايه باب الاماره تحت، والله هو في رابع دور. طبعا. كل دول ما شاء الله، ده اللي يشوفه يقدر الدكتور ده بيغرف فلوس. اتاري كل دول مجانا وعامل يعالجهم مجانا، الناس بيعالجهم مجانا، وبعدين بيسافر كل مده الهند اللي هي الدول الفقيره اللي ما عندهمش اطباء اكفاء، يعني يسافر الهند، يسافر افريقيا، يعمل عمليات مجانا، وطيران رايح جاي وكل على حسابه. علشان كده هو عنده رصيد كبير من محبه الناس يا استاذ حسن. نادرا ما تعثر على حد زي حازم ياسين. صحيح. وعشان كده هو عنده رصيد من محبة الناس كده زي حضرتك. جدا جدا. ويعني أنا بس عايز حضرتك، اتعرفت على الدكتور حازم إزاي؟ ويعني إيه أهم ذكريات أو أهم مواقف يعني حضرتك بتفتكرها له؟ وشوف يا حبيبي، هو ابن عمه دكتور أيمن القداح. أيوة. صديقي وطبيبي. طبيب القلب الشهير طبعا. أيوه. وبعدين بقول له يا دكتور أنا يعني إيه كده مش مطمن لها اليومين دول. قال لي طب هبعتك لابن عمي أو ابن عمتي مش عارف دكتور حازم ياسين في نشر الشهاب قدام العنوان. فرحت له لما دخل عليا لقيته شاب صغير ما شاء الله. قلت له بقيت لي المساعد بتاعه ولا ايه؟ حضرتك الدكتور حازم؟ قال لي والله تحب تشوف البطاقة؟ قلت له لا ما شاء الله، يعني انا متصور بقى حابس بروفيسور كبير، يعني لازم راجل كبير في السن، فما شاء الله عليك الله اكبر يعني.
وحبيته يعني، هو اما تشوفه لازم تحبه من اول لقاء وترتبط بيه وتطمن له، وده شيء مهم جدا في الطبيب انك تطمن له. صحيح. وبعدين هو قال لي طبعا انا هقول لك انت لازم تركب عدسات وحاجات كده، فمن كثر اطمئنان قلت له انت على طول. والله. وهو بقى يقول لي مين بقى يمين شمال بقى شمال، ده الاطمئنان مهم قوي انك تطمن للطبيب والطبيب يحبك. هو اداني الاثنين دول، هو حبني زي ما حبيته واداني الاطمئنان، وده مهم جدا فينا. راجل جميل وعنده صبر يا ايوب ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما يزهقش منك، خد وقتك زي ما انت عاوز. حضرتك مفيش حد يقدر يزهق من حضرتك. بقول فعلا والله ليس مجامله، نادرا ما تجد شخصيه زي هذا الرجل في علمه وفي تواضعه وفي اخلاقه. طبعا يعني ده يعني حضرتك بتقول حقيقة في رجل فعلا له يعني مكانة إنسانية كبيرة في قلوب ناس كتير. ويكفي شهادة حضرتك طبعا الأستاذ القدير والفنان الكبير الأستاذ حسن يوسف، دي يعني شهادة أكيد احنا كلنا بنعتز بيها. لكن ايه رأي حضرتك بقى في الوسط الرياضي دلوقتي يا أستاذ حسن، واحنا عارفين حضرتك ارتباطك بالرياضة ومحبتك للرياضة والرياضيين، ويا ما انا شفت حضرتك بتشجع المنتخب، وطبعا يعني طبعا انا عارف محبتك لنادي الزمالك، واحنا هنا في قناة الاهلي بكل روح رياضية بنرحب بكل يعني اخواتنا الزملكاوية المحترمين. فايه رأي حضرتك في الوسط الرياضي الان؟ والله محمود الخطيب حبيبي واخويا بحبه جدا، وبعدين انا قالوا عليا زملكاوي من زمان ايام ما كان في لعيبه، كان حسن شحاته وفاروق جعفر واحمد رفعت الناس الحلوين دول، انا قلبت خلاص بقيت بتفرج على 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 المنتخب. وارتباطي بالاهلاويه ياتي من ان انا صورت فيلم اسمه شياطين الكوره في النادي الاهلي، ومن يومها انا اما احب اقعد في جنينه نادي ما اروحش غير النادي الاهلي، عمري ما قعدت في حديقه نادي غير النادي الاهلي. مرحبا بك في النادي الاهلي. واللعيبه كلهم حبايبي واصحابي، وعلى راسهم طبعا الخطيب وعادل هيكل الله يرحمه. الله يرحمه. وكان من اول صلاح سليم بقى. صلاح سليم ده كان صديق وزميل وزميل في الفن يعني. طبعا طبعا. وبعدين مشيت بعد كده الاجيال بقى اللي هي على رأسها الخطيب وطاهر ابو زيد ومصطفى يونس ومصطفى عبده، لان مصطفى عبده نسيبي واخد بنت خالد شمس. ما شاء الله. فانا بحب اللعيبه باختصار كده، بحب الكوره الحلوه بحب اللعيب الحلو. تمام. واحنا كمان بنحب حضرتك واسعدتنا جدا جدا بمداخلتك وشرفتنا. دكتور بقى ان انا هنا العين وعايز اشوفه. تمام خلاص، واحنا هنجيبه على طول في قناه الاهلي ما دام حضرتك بتشرفنا. بتدعي ان انا هنا وجعان عشان اشوفه. ربنا يخلي حضرتك. منورنا يا استاذ حسن، اتشرفنا بحضرتك جدا جدا. شفتك بخير يعني. وساعدنا بحضرتك على قناه الاهلي، وان شاء الله دايما تشرفنا، ومنتظرين حضرتك في الاهلي يحاور في حلقه تكون يعني نجمنا الكبير فيها ان شاء الله. تحت امرك تحت امرك. ان شاء الله. متشكرين يا استاذ حسن، متشكرين لحضرتك. سلام. اظن ما فيش يعني اجمل من الفنان الكبير حسن يوسف. هو عنوان العظمه والبساطه والسهل الممتنع. صحيح. واصله كمان مرتبط بشخصيه الشاب اللي دمه خفيف، خفيف الظل طبعا. وبعدين على المستوى الإنساني بقى لما تتعامل معاه بمنتهى البساطة ومسلم أمره لله، ويا جميل يعني الحقيقة بصراحة ربنا. من الشخصيات يعني هو ذكر دكتور أيمن قداح. طبعًا. ده ابن خالي وأستاذ القلب في القصر العيني. فهو كان السبب فعلا في أن أنا تعرفت على الفنان حسن يوسف، وأنا بشكره على الهدية دي، لأنه يعني الحقيقة اتشرفت بأن أنا يعني أصبح أستاذ حسن يوسف ده من ضمن المفضلين بالنسبة لي يعني. لا هو طبعا بالنسبة لنا احنا كلنا جديد يعني حاجة أسطورة الحقيقة يعني. أسطورة الحقيقة. احنا كنا بنتكلم في الرياضة. يمكن الأستاذ حسن لمس نقطة مهمة جدا في علاقة العلاقة الودية. شوف حضرتك قد إيه يعني، هو بيقول لك أنا كنت زملكاوي بس أنا دلوقتي بقعد في الأهلي، حضرتك ليك يعني علاقات في الوسط
بصفه عامه. انا عايز اقول لحضرتك في حاله يعني الناس بتحاول قله هم الحقيقه بيحاولوا يعملوا تعصب. هم قله بس في تزايد. وده هنا الخطر. يعني احنا لما بنيجي نتكلم مثلا على فيروس كورونا هو الخوف مش من الفيروس قد ما الخوف من سرعته في الانتشار. فأنا أذكر يعني صديقي الكاتب الجميل اللي هو الأستاذ حمدي رزق كان كاتب مقالة جميلة قوي على أنه ممكن الكراهية تنتشر أخطر من أنه الكورونا ينتشر. فأنا شايف أن السلوك الرياضي اللي بيحصل دلوقتي هو غير منضبط ويميل ناحية التعصب والتنابز بالألقاب، يعني حاجات الأديان بتحرمها. أيه. اللي هو ما يطلق عليه دلوقتي يعني بلغة العصر الحديث يعني التحفيل. أيه. وده يعني بيخلي النفس فيها نوع من أنواع الغضاضة وفيها نوع من أنواع الكراهية للمنافس، مع أن لما تشوف مثلا فريق زي بايرن ميونخ واللي حصل في الدوري الألماني. أيوه. لما لقوا الجماهير بتاعة الناديين بيسخروا بصورة ما أو بأخرى من بعض أو من رئيس النادي المنافس، وقفوا مع بعض دقيقتين كده واتفقوا مع بعض أنه اللعيبة مش هتهاجم الفريق المنافس، هيباصوا الكرة ما بينهم ومن بعض على أساس أن هم يدوا رسالة للجمهور أنه مش ده الهدف من الرياضة. الهدف من الرياضة السمو بالأخلاق، الهدف من الرياضه انه يبقى فيه روح رياضيه. كان رئيس النادي وقف مع رئيس النادي. مظبوط. مظبوط. لما تيجي تشوف حضرتك يورجن كلوب بتاع ليفربول، الرساله اللي بيقولها بيقول لك ايه؟ انا مهمتي، انا بشتغل الشغلانه دي علشان اسعدك طوال ال 90 دقيقه، انا ببذل مجهود عشان اسعدك طوال ال 90 دقيقه. بمجرد ما انتهت التسعين دقيقة سواء أنا كنت منافس بالنسبة لك أو أنا كنت من الفريق اللي أنت بتشجعه، إنساني وروح عيش حياتك. وهو ده الهدف من الرياضة، التقريب ما بين الشعوب، مش الهدف ما بين الرياضات العالمية، التقريب ما بين الشعوب والتواصل. إحنا عملناها دلوقتي أداة شحن والعجلة عمالة تجري زي كرة التلج اللي عمالة تنهمر أو عمالة تتدحرج على سطح منحدر ممكن يؤدي في الاخر الى مشاكل كبيره جدا. صحيح. يعني لازم يكون في صوت العقل اللي يرجع بينا الى ان ممارسه الرياضه دي حاجه جميله. انا ضد تماما، يعني حضرتك هتقول لي النهارده وانا قاعد في بيتي في قناه الاهلي وانا كنت بلعب في النادي الاهلي، انا كنت قاعد بتفرج على ماتش الزمالك والترجي وانا عمال ادعي يا رب الزمالك يفوز. طبعا لما نوصل لمرحلة ان في بعض الناس اللي ممكن التعصب يخليهم يتمنوا هزيمة الفريق المنافس اللي ممكن يبقى منافس في الادوار اللي بعد اللي كده، اللي هو هزيمته مش يعني هزيمته مش هتفيدني يا جماعه، ده بيمثل وفوزه مش هيضرني، ده يعني بيمثل مصر يا اخواننا. ازاي انتوا تنسوا مصر؟ صحيح. يعني هل حضرتك تقدر تنكر او اي حد من افراد الشعب المصري يقدر ينكر ان الكورة هي الحاجة الوحيدة اللي بتسعدنا كشعب؟ صحيح. مصري. صحيح. ده احنا بننزل في الشوارع بنهيص من كتر الفرحه لما يحصل حاجه زي كده. فقصدي لابد بقى من انه كل طرف او كل فريق او كل ناحيه ترجع بقى لصوت العقل. واكيد في الكثير والكثير من العقلاء في الجانبين اللي ممكن الامور معاهم تهدى جدا ويبقوا هم اللي بيؤدوا الى انه الروح اللي موجوده على التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي تختفي. ايوه. حضرتك يعني شايف ان الحالة دي ممكن تمثل خطر على المجتمع؟ اصل حضرتك بتتكلم على ان محبي كرة القدم من جميع الاعمار فيهم العجوز الكهل من لسه في عداد المراهقة، اطفال شباب في الفترة بتاعة السن المراهقة والشباب العقل ما بيبقاش راجح، ووارد جدا انه لو ما فيش سطوة العقل على التصرفات هذه التصرفات تؤدي الى افعال عنيفة. احنا شفنا انجلترا في وقت ما من الاوقات منعت المشجعين خالص من السفر وحضور الدوريات الاوروبية. أيوة. شفنا في اوقات احنا النهاردة حضرتك لو شفنا ايام الهوليجنز بقى بالظبط، احنا النهاردة حضرتك لو في اي نوع من انواع الخروج على الآداب العامة سواء في المدرجات أو وسائل التواصل الاجتماعي بيتم معاقبة هذا المشجع من النادي اللي بيشجعه. ما بالك بقى أن في ناس
يعني للاسف محسوبين على الاعلام او يعني مسؤولين الحقيقه دوت. وبعدين برضو يعني عايز اقول انه في بعض ما يطلق عليهم دلوقتي اليوتيوبرز. يوتيوبرز ديت نتيجه لانه دلوقتي اصبح العصر هو عباره عن عصر وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي دي لما انا اطلع وما يبقاش عندي رساله اعلاميه وانا عارف انه الاعلام معناه في حرف عين ولام وميم، انا بعلم وبثقف الاخرين، لازم يكون في رساله ومحتوى انا طالع بيه من اللي انا طالع اقوله على الناس، مش طالع اهيج، مش طالع اثير مشاعر غضب، مش طالع اسخر من الاخرين. اعتقد انه مع زياده وسائل التواصل الاجتماعي دي لابد ان يكون في عرف للاعلام الرياضي. عندك تجاوزات كتيره جدا في الاعلام الرياضي وللاسف بتلاقي نسب مشاهده عاليه. صحيح. وده بيشجعهم اكتر علشان يبقى ترند او نسبه مشاهده عاليه انه يتجاوز في حق الاخرين ويبتدي يبقى في نوع من انواع التفاخر والتنابز والالقاب الى اخره. انا شايف انه دوت لابد ان احنا نصحى لده. هو للاسف بعض الاعلام اصبح عبد للترند للاسف، وبيدور على المشاهدات وكم المشاهدات بصرف النظر عن المحتوى. ممكن يعني هتكلم مع حضرتك بامانه شديده، احنا في وقت ما من الاوقات كنا بنعتبر انه لما يكون في نسب اعلانات جايه من شركات عالميه، نسب الاعلانات دي هي اللي بتدفع تكاليف اخراج وانتاج البرنامج. قد يكون في محتوى اعلامي موجود جوه هذا البرنامج موجه من الشركات العالميه ديت لانه عارف انه دوت بيدخل كل البيوت وعارف ان هو بيخش بدون اي نوع من انواع الضوابط. ومنيجي احنا نحقق ده بدون ما يبقى لينا حتى مصلحه ماديه، يعني انا اطلع اقول ابعد تماما عن الاخلاق وابعد تماما عن الروح الرياضيه وازكي روح التعصب واقول مش عارف مين قال ايه وانتوا هتعملوا ايه، وكاني بعمل اللي بعض الشركات المسيطره على سوق الاعلانات وكلام زي كده، ويبقى ليها رساله عايزه تدسها زي السم في العسل. صحيح. للاجيال الناشئه. صحيح. وبعدين بعد كده اقول ان الاجيال الناشئه ازاي بتتجاوز في الالفاظ وازاي بتتجاوز في الاداء العام الاداب العامه، ما هو انت وانت يوتيوبر مسؤول عن تربيه هذا النشء. فلما تعمل فعل غير صحيح او تتلفظ بقول غير صحيح ده هيؤدي الى انه النشء دوت يتعلم منك ويتفرج عليك زياده وزياده ويشوفك وانت بقى بتقول المره اللي جايه تجاوز اكتر واكتر واكتر، وبعدين الجانب الاخر يرد عليك اكتر واكتر واكتر لغايه لما تحصل كارثه زي ما حصل في بورسعيد، ربنا يرحم شهدائنا اللي عمرنا ما هنرساهم، او زي ما حصل في الدفاع الجوي الى اخره. دي صحيح. كوارث. صحيح. دكتور حازم ياسين، نرجع تاني للناشئ، اللاعب الناشئ حازم ياسين. حضرتك بتتكلم على النشأ، الناشئ حازم ياسين اللي تربى في النادي الأهلي مع أبو الأشبال، القيم والمبادئ دي اتعلمتها ازاي في النادي الأهلي اللي خلت ليك هذه المكانة وهذه النبتة اللي طلعت بهذه الشخصية اللي بتتكلم بكل حب وبكل احترام؟ يعني أول درس اتعلمته وأنت بترتدي فانيلة النادي الأهلي؟ على فكرة هو ده زي ما قلت لحضرتك من قبل الالتحاق بفرقة الكورة. زي ما بقول لحضرتك كده من أيام الكابتن رويتر. من أيام الكابتن رويتر أنا كنت بشوف أولياء الأمور بيتعاملوا إزاي مع كابتن رويتر زي ما يكون نظر مدرسة. يعني هم بيشوفوا مثلا أنه النهاردة مثلا كابتن رويتر بيقصوا على أولادهم، ما فيش حد يقدر يتكلم بس ويقول له ابني الميه ساقعه الدنيا شتا ازاي بتزعله. احنا دلوقتي بنشوف اولياء الامور ممكن يتدخلوا وتلاقيهم عمال بيطارد المدرب عشان ما لعبش ابنه او ما عمل، يعني بنسمع عن كده كتير. صحيح. فقصدي القيم ديت كانت موجوده ومرساة. انت حضرتك انا الجنينه بتاعت النادي الاهلي دي والمبنى اللي هو فيه الكؤوس والكلام ده، وعائلات عارفه بعضها وناس مفيش يعني اطفال كده مش بتتكلم، لا ده في انت ما ينفعش تشوف حد اكبر منك الا ما بتقول له حضرتك. لو مفيش كراسي وحد كبير جاي انت بتقوم تلقائيا، لازم هو الكبير اللي يقعد. فهي كانت اعتقد انها كانت حاجه
شائعة جدا في المجتمع المصري، وطبعا في الوقت دوت كمان شائعة أكتر وأكتر في النادي الأهلي. احنا بالنسبة لنا صلاة الجمعة في النادي الأهلي دي كانت حاجة، يعني انت رايح هتصلي الجمعة في النادي الأهلي، ده هتروح تصلي الجمعة فين؟ في النادي عادي يعني. وانا فاكر كتير جدا انا واختي ربنا يديها الصحة، هي اكبر مني بسنتين، ان احنا بقى كنا ساكنين في منطقة جنب النادي الأهلي، يا دوبك بس نعدي كوبري قصر النيل، فنروح ونرجع بعد شوية. بابايا بقى خدنا على ان احنا دوت مش المشوار التقليدي بتاعنا. في الناشئين بقى انت بتبص على الفريق الاول، الفيرست تيم ده بالنسبه لك انت قاعد يعني مندهش. انا مش فاكر كان ماتش اعتزال مين، رحنا كاشبال علشان في ماتش الاعتزال نطلع قبل الماتش، والرهبه بتاعت استاد القاهره وانت شايف اللعيبه العظيمه دي اللي هم لغايه دلوقتي اساطير يعني. طبعا بتكلم في كابتن شريف عبد المنعم وكابتن خطيب، يعني اسامي اللي هو يعني بتشعر بالفخر، انت قاعد مش قادر تتكلم من الاندهاش. فاعتقد انه في الفتره دي طبعا كمان كنا بنشوف اللعيبه الكبار وهي بتلعب في فريق الشمس. ايوه. فانت شايف تدرج الناس وشايف اللعيبه النجوم قوي اللي انت ما تعرفش غيرهم وهم بيعاملوا فريق الشمس بيعاملوه ازاي. موجود لحد دلوقتي فريق الشمس. فانت بتشوف بقى يعني هو بيتعامل مع الاكبر منه زي ما انت بتتعامل معاه بالظبط، بيقوم ويوقف له وينحني له واحترام. فهي القيم دي كانت في الوقت دوت حاجه اعتقد انها كانت شائعه في مصر كلها، لكن انا اتعلمت كتير جدا منها في النادي الاهلي الحقيقه. النادي الاهلي زي ما حضرتك تفضلت واشرت مدرسه، ومدرسه كبيره. لحد دلوقتي بتشوف ماتشات الاهلي بتحرص على متابعتها؟ انا حضرتك لو ما بقيتش اعرف اشوف الماتش يعني ببقى قاعد متوتر جدا اثناء الماتش، يعني متوتر. وهم عارفين مثلا زمايلي اللي بيساعدوني في العياده، عندي واحد زميلي اهلاوي زي بالظبط، والتاني زملكاوي، يعني عماد ومجدي دولت يعني عيلتي الصغيره اللي انا بعيش معاهم اغلب. فعماد اهلاوي ومجدي زملكاوي. على طول عماد بقى في ودني كده وانا شغال او في العمليات او كده يطمني على نتيجه الماتش. وبالليل لو ما عرفتش لو ما اتفرجش على الماتش في ساعتها ما اعرفش انام غير لما اتفرج على الملخص اللي هو بيبقى فيه 10 دقائق ده، وببقى في حاله الحقيقه متوتر. كنت قبل كده بوصل لمرحله انه بالذات في ماتشات الاهلي والزمالك او طبعا ماتشات النهائي بتاع كاس افريقيا او كده بلغي العياده، وبعدين ابتدى ضميري يأنبني جدا، يعني اقول لا ده حق العيانين، اذا جه الماتش في وقت الشغل ما ينفعش ان انا الغي الشغل، بس لازم هتلاقي على طول في ملقن كده جنب ودني، 1-0 2-0 مش عارف مين جاب مين، اول ما ابتدي ابقى ريليف او ابقى متوتر وابقى قاعد مش على اعصابي يعني لغايه اما النتيجه تخلص. ايه المباراه اللي ما بتنساهاش للاهلي؟ المباراه اللي معلمه مع الدكتور حازم؟ لا ماتشات كتيره الحقيقه، ماتشات كتيره جدا وحافظها بالتواريخ، يعني عمري ما هقدر انسى مثلا مونشن جلادباخ ده، كنت صغير بس بالنسبه لنا الفرق الاجنبيه انها تيجي وتلعب وكلام زي كده حدث تاريخي. حدث تاريخي. عمري ما هقدر انسى مره كان في الاول خالص، اول ما ابتدينا نلعب ماتشات افريقيا كان الاهلي واعتقد فريق صومالي، والاهلي كسب 7-2، وكان في كابتن شريف عبد المنعم وكابتن خطيب. 7-2 ده كان بالنسبه لنا رقم ساعتها. عمري ما اعتقد بورسعيد الصومالي يمكن حاجه زي كده، هو كان فريق صومالي. عمري ما هقدر انسى ماتش مصر واثيوبيا اللي هو كابتن خطيب جاب فيه ثلاث اجوان، كانت كلها اجوان فظيعه. عمري ما هقدر انسى ماتش الاهلي ودينامو هيراري اللي هو كابتن خطيب جاب فيه كوره بالكعب. يعني كوره جايه له كده وقام لعبها بالكعب في الاتجاه العكسي. طبعا في الوقت ده الاجوان دي كانت بالنسبه لنا حاجه، الجون بتاع المرسى التونسي مثلا ده مش ممكن يتنسي. مش عايز حد من اصحابي الزملكاويه يزعل، ماتش 6-1 هتنساه ازاي؟
والله ما قصدي ان انا اسخر، بس هو فعلا ماتش علامه. الفتره بتاعت مانويل جوزيه وده يا سلام على، يعني بحب الراجل ده من اعماق قلبي، بحس ان هو اتولد مصري، عاش في مصر، كله خير وجدعنه وتحس كده ان هو ابن بلد يعني. أيوه. من اجمل الشخصيات يعني. هو يعني الفتره اللي حضرتك بتتكلم عليها دي طبعا فتره يعني يمكن بتكرر الجيل الذهبي اللي كلنا عشنا معاه، جيل الكابتن الخطيب طبعا مصطفى عبده وحازم خالد وخالد جد الله ومحمد عامر وكل الكلام ده. يعني احنا طبعا اعتقد زمايلنا بيجهزوا لنا اهداف من اللي حضرتك نفسك تشوفها هنتابعها، لكن عايز انقل يعني مع حضرتك للمنتخب الوطني. منتخب الوطني يمكن في الفتره اللي فاتت يعني زعلنا شويتين. رغم النجوميه ورغم محمد صلاح ورغم كل الكلام ده، انت شايف حضرتك ده سببه ايه؟ انا هتكلم بصراحه. ما انا عشان انا عايز حضرتك تتكلم بصراحه. هو النهارده ايه اللي بيخلي اللعيبه تكسب؟ يعني لو كان عندها مهارات. احنا بنتفرج على الاجوان اهو، في جوان اجوان الكابتن الخطيب اهيت. صعب يتكرر. يعني مش عارف، يعني كابتن خطيب كان احد يعني اسباب السعاده لما الناس بتشوف الاجوان بتاعته. الاجوان دي في الوقت ده ما كانش فيه ميسي ولا رونالدو ولا الكلام ده. الاجوان دي اللي هو لعبها ازاي، تقعد تتفرج على الجون وتتفرج، ما كانش تقليدي يعني. الحقيقه كان حاجه، كل جون من دول ولا جون تونس اللي جاء فاكر جون تونس. الاجوان اللي كان بتيجي في الدوري يعني كان سهل الممتنع يعني. الحقيقه ما تقدرش توصفه غير ان هو لن يكرر يعني الحقيقه. ولحد دلوقتي يمكن زمايلنا برضو يعني مخرجنا عماره والزملاء محمود شوقي وكده يجهزوا لنا في لقطتين للكابتن. في لقطه يوم اللايحه لما خد الورقه على رجله كده انا شفتها دي. في لقطه بقى تانية في الرحله الاخرانيه بتاعت جنوب افريقيا برضو في لقطه كده، يعني الكابتن ربنا يديله الصحه يعني بيكلم اي حاجه يعني بتتكلم معاه يعني، فربنا يديله الصحه يا رب يا رب. ومعرفش انت شايف متابع يعني رغم تحمله على نفسه موقفه ان هو يفضل يطلع رحله السودان، يطلع جنوب افريقيا مسافه طويله رغم التحذيرات الاطباء. انا بقعد اشفق يعني، بشفق عليه وبقعد ادعي له اقول له ربنا يقدرك على اللي انت فيه. ويعني اخر لقاء كان ما بيني وما بين كابتن خطيب كان من حوالي شهرين كده. بقول له يعني انا بقعد اعاتب نفسي لانه من حوالي كام سنه قبل الانتخابات يعني التقيت بيه وبعدين قلت له قدرك بقى، قدرك انك تشيل المهمه الثقيله. ايوه. ملهاش حل، ما هو كانت الامور ساعتها فيها تعثر شويه في فريق الكوره. كتير. كلنا بنكن الاحترام طبعا للمهندس محمود طاهر، بس قصدي لما يبقى راس المنظومه هو احسن لعيب انجبته الملاعب المصريه على طول تكتشف يعني تقول ايه، ما هو ده اللي لازم يبقى اللي ماسك الموضوع لان هو اللي فاهم يعني. قلت له ساعات بعاتب نفسي ان انا قلت لك قدرك انك تمسك هذا الموضوع، بس اكيد كان عليه ضغط من ناس كتير ان هو صحيح. ما هو الامتداد الطبيعي للناس اللي مسكت الكوره، كابتن صالح وكابتن حسن ربنا يديله الصحه، كابتن صالح ربنا يرحمه، ثم كابتن خطيب يا رب ربنا يقدره على اللي هو فيه. يعني احنا بنبقى قاعدين بننتقد وايه ده وازاي ومين ما لعبش ومين لعب وازاي، انما مين اللي شايل الليله، مين اللي شايل الحمل الثقيل، ربنا يديله الصحه يا رب ويقدره على اللي هو فيه. يعني هو يمكن من الحاجات اللي هي قبل الانتخابات هو فعلا في قامات كبيره قابلته، هو ما كانش ناوي ينزل الحقيقه وكان خلاص قرر ان هو يعني يعيش، لكن قالوا له لا دي مسؤوليتك وده التزامك. وخلاص عرفنا ان حضرتك برضو من الناس اللي قلت له كده، ونادي عظيم زي النادي الاهلي فيه قامات وفيه تاريخ كبير كده
يعني يستحق ان محمود الخطيب يتوج حياته بانه يبقى رئيسه، هو بيته وهو بيتحمل مسؤوليه، واحنا كلنا قدره عليه. قدره وهو زي ما تكون حضرتك ايه حاجه وفرضت عليك زي ما تكون انت كبير العيله او الى اخره، فانت غصب عنك مين اللي هيشيل الليله، انت اللي لازم هتشيلها. فكون ندعي له والله ربنا يقدره على اللي هو فيه، ويعني يديله الصحه والعافيه وطولة العمر يعني. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. دكتور حازم، احنا عايزين نتكلم على العيون. هو في صحيح لغه للعيون؟ هو على فكره هو الكلام ده يا كابتن، بص اللقطه حضرتك اعتقد هو كان بيتهيألي بيبص لها هي يعني هي بتطيعه بلغه العيون بقى على رايك. ايوه انا بقول دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك ال لا بص كابتن خالد العوضي منبهر جدا يعني. كابتن خالد العوضي طبعا بيلعب بايده، راجل هندبول. انت تفتكر حضرتك ماتش الهلال اللي هو كان قبل ماتش الاعتزال، هلال السوداني اللي خد الكرة من بره منطقه، لا 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 هو الهلال ده كان اخر هو كان فضل فتره مصاب. ايوه وبين نزل في اخر مثلا في مثلا نقول اخر 20 30 دقيقه في الشوط الثاني، اخر 20 دقيقه. عارف ام كلثوم لما تكون بتغني اخر حفله وهي مش قايله لحد، وبعديها اعلن قصه الاعتزال، مين في مصر ما حزنش في اليوم ده؟ يعني كميه الناس اللي حزنت اليوم ده، انا فضلت حزين زي ما اكون حاسس ان انا مش هتفرج على كوره تاني. يعني ايه كوره ما فيهاش محمود الخطيب؟ انا مش فاهم طبعا، مش قصدي يعني، بس قصدي العظماء والمشاهير لما بيبقوا مشاهير قوي بيتجردوا من الالقاب. أيوة. انما انت متخيل كابتن محمود الخطيب مش هيلعب كوره؟ مش هتفتح، ما كانش في ساعتها بقى اعاده ماتشات وكلام زي كده، انت هتتفرج على الماتش لايف يا اما تسمع فهمي عمر ودومت. فانك ده مش موجود تاني، مش هنتفرج، مش هنستنى كابتن خطيب، فكانت حزن فظيع. فربنا يديله الصحه والعافيه. على فكره يعني احنا اول ما اخبار رياضه فتحت هو كابتن خطيب لحد سنه 90 91 كان جاي له عروض انه يرجع الملاعب تاني، وجاله عرض من نيوشاتل وكان فعلا، بس هو يعني خلاص كان قرر ان هو ختم حياته في النادي الاهلي وعايز يفضل في النادي الاهلي ومرتبط بالنادي الاهلي. فالحقيقه يعني ده كان من الموضوعات الكبيره والمؤثره جدا اللي احنا تابعناها في اخبار رياضه، وحتى يعني اخونا الكبير الاستاذ فتحي سند يمكن هو اللي كان عمل الموضوع ده معاه. حبيبي الاستاذ فتحي. يعني طبعا الاستاذ فتحي سند من برضه القامات الاعلاميه اللي احنا عشنا مع بعض، العقل الراجح والاخلاق، ورغم ان هو يعني محب للزمالك لكن عمرنا ما كان في بينا مشده لكن زي ما بقول لحضرتك، فالكابتن الخطيب كان له عرض احتراف من نادي نيوشاتل، وكان ساعتها يعني حدث، ولكن هو خلاص كان يعني بعد ما جاله العرض لكن حسب. طب انا هفكر حضرتك بحاجه ثانيه. اتفضل. بعد مونشن جلاد باخ ده كان جاي عرض انا مش متاكد بس كان من باريس سانت إتيان. وفي الوقت دوت كانت الجماهير ممكن تنتحر طبعا. يا نهار اسود له ان الخطيب ساب الكوره وراح يحترف بره. مين لغايه دلوقتي كل ما يتفرج على الف شكر؟ هو حد حضر ماتش اعتزال كده؟ لا طبعا. الاستاد كده مليان بالطريقه دي؟ لا لا طبعا طبعا طبعا، كان حدث تاريخي، وهو حتى يعني جاله اكتر من عرض، وكان مونشن جلادباخ حتى والنادي الاهلي رفض، يعني كان طبعا فكره الاحتراف والكلام ده يعني، وكان يعني الارتباط بالنادي يعني كان مناخ غير المناخ اللي احنا فيه دلوقتي. خد بال حضرتك هو ساعتها ما كانش الناحيه الماديه موجوده قوي زي دلوقتي، ما كانش قصة الاحتراف معمول قوي يعني قبل كابتن جوهري. حتى لما كابتن جوهري عمل قصة الاحتراف ما بقاش يطبق قوي يعني. أيوة. كانت انتقالات يعني، هو كان حتى الانتقالات كانت 3 سنين ارتباط بالنادي، كان عامل نظام انتقالات يعني. فأعتقد أنه يعني حتى بالرغم من أنه موهبته كروية يعني عظيمة جدا، لكن أنا في اعتقادي أنه هو لو كان يبعد عن النادي الأهلي كان يبقى عامل زي السمك اللي بعد عن المية. صحيح. يتعب يعني، يعني هيروح شوية ويلاقي نفسه عايز يرجع. وعشان كده الناس دي عملت رصيد لا يزال موجود في قلوب الناس كتير جدا، ملايين يعني. حضرتك طبعا بتروح النادي او بتشوف، لما تشوف الكابتن الخطيب
اطفال، ناس ما شافتوش حتى، يمكن ابهاتها شافوه وهو بيعتزل، ومع ذلك الاطفال دول بيحرصوا على انهم يتصوروا معاه. يعني سبحان الله. في انا اشك لغايه دلوقتي انه الناس ديت يعني طبعا كابتن خطيب من الاهلي، يعني كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق، الناس دي طبعا كابتن حسن شحاته كمان قيمه واسم. الناس دي لو تمشي في الشارع الناس مش هتعرف، يعني هيقعدوا بقى يحاولوا يتصوروا معاهم وكلام زي كده يعني. تمام، نرجع تاني بقى لغه العيون. في لغه العيون صحيح؟ هو الحقيقه ده يعني انا بعتبره من ضمن الكلام الدارج اللي هو لما تيجي تدقق فيه بمعناه هتلاقي انه له اصل علمي. علمي ما اعتقدش، لكن انا في اعتقادي ان لغه العيون دي هي عباره عن ملامح في الوجه مع فتره لاطاله النظر، لكن لازم تكون مصحوبه باي نوع من انواع تغيير شكل الوش، يعني قصدي نظره عتاب لو معهاش حركه في حركات عضلات الوش مش هتبان، نظره استغراب برضو نفس القصه. فلو انا هقول كلام عامل زي ما يكون تقيل شويه من الناحيه التشريحيه، تخيل حضرتك مقله العين ما بقتش موجوده في وسط ملامح الوجه، صعبه جدا انت تعرف ايه المقصود من البصه من النظره. لكن اعتقد انها لغه العيون دي هي نوع من انواع التواصل البشري ما بين اتنين ما بينهم محيط ظروف كتيرة، واللي يساعد على دوت ملامح الوجه المتصلة بنظرة معينة في وقت معين من وجهة نظر المتواضعة طبعا. لكن يعني ما اعتقدش ان لغة العيون هي نبقى قاعدين، ولو ان انا مثلا مع زمايلي في العيادة ممنوع منعا باتا ان حد ينادي على حد او يقول له حاجة، ده مفروض ان انت تفهمه بنظرة بقى، هو بصلك نظرة معينة وبيبصلك بعينيه، ممكن تشاور على شخص وتقول له مثلا يعني بص كده وتبص كده، بتقول له بص على فلان مثلا، او انه في وقت معين توقيت البصة مع اشارة لحاجة معناها ان انت بتقول له خد بالك من حاجة. انما لغة الصوت اعتقد انها بتقلل شوية من الوقار اللي ممكن يكون موجود في مكان لما مريض يسمع حد بينادي على حد او كلام زي كده. انا بعتبرها يمكن يعني جيل قديم شويه انه ده نوع من انواع مش مفيش يعني اناقه في التعامل، لكن عايز تكلم حد فتره طويله روح وشوشه بصوت خافت عشان حتى يبقى في خصوصيه في الكلام اللي ما بينكم. يعني مفيش فايده تربيه الاهلي برضو يعني. هنتكلم على لغه العيون تاني وعلى الحب من اول نظره وعلى الناس اللي بيقول لك عينه حلوه في الكوره وفي اكتشاف المواهب وعلى علاقه العيون بالرياضه وازاي علاقة العين بالرياضة، بس بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مع حكيم العيون، طبيب القلوب، الرجل اللي اخترق بإنسانيته قلوب كثيرين جدا، مع الدكتور حازم ياسين، الطبيب الأهلاوي المصري الوطني الإنسان. أهلا بك يا دكتور حازم مرة ثانية. أهلا بحضرتك. احنا كنا بنتكلم في حاجات كتير والجلسة يعني ودية، ويمكن أنا مش متقيد قوي بالسكريبت اللي عملوه زمايلنا، لأن حضرتك فتحت بس ضيف تقيل على الناس. لا أكيد أكيد أكيد، لا ممكن أنا أكون أنا ضيف تقيل لكن حضرتك لا. كنا بنتكلم على العيون، في تأثير للعين على الرياضي، يعني اللاعب كورة، حضرتك كنت لاعب كورة، لو هو طبعا النظرة وبعدين بتدخل على مراكز الإدراك والكلام ده، ممكن يكون ده له تأثير على تمريرة وحشة، على تسديدة، اللعب مثلا حالة العين عنده ممكن تأثر على أدائه. أكيد احنا النهاردة بنتكلم لو إنه هو عنده قصر نظر شديد، ما هو مش هيبقى شايف الكورة كويس. أنا أذكر واقع إنه أحد لاعبي منتخب الشباب كان عنده قصر نظر وبيلبس عدسات لصق، وجه قبل البطولة كانت مقامة في دبي
وعملنا له عملية عشان ينزل يشوف كويس من غير ما يبقى لابس نظارة ولا عدسة لاصقة. مش عايز اقول لك الاداء بتاعه تحسن ازاي، لانه قادر يعني هو شوفش الخصم بقى من لما يقرب منه، لا شايفه من بعيد. فطبعا اكيد مما لا شك فيه انه لازم بيحصل نوع من انواع التوافق، انه العين هي اول حاجه بتقدر تدي لك اشارات انه انت على وشك الوصول الى موقف لازم تتدخل فيه بانقضاض على الكوره، هترفع هتمرر، فاكيد الحاجات دي مهمه جدا. انا متهيألي انه يمكن كتير من الرياضيين او من الانديه ما بتفكرش انها يعني تعمل كشف عيون او يعني تقييم حاله لعيون اللاعبين، متهيألي يعني اعتقد انه كشف الا لما حد يشتكي يعني. اعتقد انه الكشف الطبي كان في وقت ما من الاوقات بيبقى معتمد على ان هو يشوف قدرته على بذل المجهود، ضربات قلبه، مش عارف لياقته البدنيه، لانه غالبا اللي بيبقى عنده مشكله في الابصار بيكون دور على حل قبل ما يروح للفريق. يعني فبالتالي ما كانتش بتاخد جزء من يعني اهتمام الجهاز الطبي بتاع الانديه المختلفه، الى ان ابتدى تطبيقها في الدورات الاولمبياد الخاص. ليه؟ لأنه في دورات الأولمبياد الخاص هم ذوي احتياجات خاصة، وفي بعض الأحيان ممكن يكون عندهم بعض الأمراض الوراثية اللي هي مرتبطة بالجينات واللي بيكون مرتبطة ببعض أمراض في العيون. من بعديها بقى بعد ما تم تطبيقها في الأولمبياد الخاص، أعتقد أنه التوعية بقصة الإبصار ديت وحدة الإبصار أصبحت كويسة. كمان كنا أنا في وقت ما من الأوقات جالي لعيبة في وقت ما من الأوقات لما ابتدى يبقى فيه اللعب المسائي على أضواء الكشف، ويقول لك أنا بالليل ما بشوفش كويس، وبين يطلع أن عنده شوية قصر نظر بسيط. نتعامل مع قصر النظر دوت سواء بتدخل جراحي أو بعدسات لاصقة وخلاص تروح المشكلة اللي عنده، اللي هو بيقوله استجماتيزم، ولا هو أحد عيوب الإبصار يعني. يمكن هو معلق قوي مع الشعب المصري لأنه كلمة مكونة من ثلاث مقاطع، كلمة فخمة كده. فيدي لك إحساس إنه حاجة خطيرة، مع إنه زيه زي قصر النظر أو طول النظر. بالذات لو كان حارس مرمى بقى ممكن يعني طبعًا ما يشوفش الكرة لما تقرب منه بقى. طبعًا عشان كده هو طبعًا بقول لحضرتك كل عيوب الإبصار لو هي موجودة عند أشخاص بيمارسوا الرياضة واللي ممكن تكون جاية لهم كور من بعيد، طبعًا ده هيمثل عائق بالنسبة لهم أكيد. حضرتك ليك مساهمات كبيرة الحقيقة في الأولمبياد الخاص، وده عمل يعني من ضمن الاعمال الانسانيه الكبيره لحضرتك. يعني انا عارف مع المهندس ايمن عبد الوهاب والمجموعه وزميلنا الاستاذ محمد الشحات، انا يعني مش عايز اكون يعني بضيع يعني، ولو ان ده حق حضرتك يعني، عارف الحالات الانسانيه اللي بتعملها، ومن خلال حتى يعني مؤسسات اخبار اليوم، مشروع العلاج اللي عمله يعني الراحلان مصطفى وعلي امين، وكل الاسهامات ديت، يعني ازاي حضرتك بكل مكانتك العلميه دي بتجد وقت العمل الخيري الكبير جدا؟ يعني الناس انا اكاد بقول انه اكتر من 80-90% من عملك في الجانب ده بصراحه يعني. على فكره هو خلينا نفصل بس ما بين الاولمبياد الخاص والحاجات الاخرى، لان انا الاولمبياد الخاص اعتقد ان هو رساله مجتمعيه. ليه؟ لان احنا في فتره ما من الفترات كانت العائلات بتتعامل مع انه لما يبقى عندهم شخص في العيله عنده هذه المشكله ذوي الاحتياجات الخاصه يخبيه، ما يخليهوش يخرج، يخجل من وجوده، يعتبره نوع من انواع انه ده انتقاص من قدر العيله. للاسف وفي بعض الارياف او كده يتعاملوا معاه على اساس ان هو بركه. عارف حضرتك الانطباع اللي دايما متاخد انه لو حد عنده احتياجات خاصه او من زاويه الاحتياجات الخاصه ده لانه قدراته الذهنيه قد تكون محدوده فيعتبرون ان ربنا بعته بركه، ويبتدي يتعاملوا معاه بانه يبقى في نوع من انواع انه هو لا يختلط بالاخرين، غير قادر على التعامل مع المجتمع ومع الآخرين، فبالتالي غير قادر على أنه ياخد باله من نفسه. لما طلع الأولمبياد الخاص أتاري بقى أنك لما تخليه يخش في سكة الرياضة، فأنت كده بتعمل نوع من أنواع التواصل ما بينه وما بين أقرانه،
فلما التواصل دوت يتم بصوره جيده معاه افراد مسؤولين عن تدريبه، عارف يعني ايه منافسه الرياضه. في مره من المرات مش عارف الفيديو دوت كان موجود فين، بعض ذوي الاحتياجات الخاصه كان في ما بينهم وبين بعض سباق في مضمار جري. زملائنا هيجيبوا حاجات من دي، وهيجيبوا حتى يعني تكريم سيادة الرئيس ليهم ولقائه معاهم. يعني سيادة الرئيس حتى عفان السيسي حريص عليهم، وهو يمكن له مصطلح كده سماهم ملائكة الأرض. يعني اتفضل حضرتك. انا عايز اقول بقى ده ليه؟ لانه هو سيادة الرئيس برضو الحتة دي الفيديو اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه شافوا حد من المتنافسين اتكعبل فوقفوا، فبعد ما جريوا قاموا راجعين كلهم مسكوا في ايد بعض وجريوا لغايه خط السبق مع أعتقد بعض. اعتقد زملائنا ممكن يشوفوا الموضوع. لو جابوا اللقطه دي، دي لقطه جميله جدا. ليه بقى؟ ده هو ده الهدف من الرياضه. ده هم دولت ملائكه الرحمه، دولت هم اللي علمونا انه مفيش ضغائن في النفس، مفيش بقى تعصب، ده منه ربنا، مفيش اي نوع من انواع الحسابات الخارجيه. فقصدي هذه الرساله المجتمعيه اللي بيعملها المهندس ايمن عبد الوهاب، وطبعا اهتمام سيادة الرئيس بيها. ليه؟ لأنك أنت هنا بتخلي فرد يتحول من شخص فاقد الأهلية إلى شخص بيتعامل مع المجتمع وقادر على ممارسة التواصل مع الآخرين، ويمكن في يوم من الأيام يبقى قادر على كسب المال. أيوة. ويمكن في يوم من الأيام يبقى قادر على إن هو يكون أسرة وأطفال وحاجات زي كده، واخد بال حضرتك؟ كمان في انا يعني بدايه التجربه كان بالنسبه لي ان انا كنت في الاول متحير. في صوره التكريم جميل. كنت في الاول متحير كيفيه التعامل مع دول والتواصل معهم هيبقى عامل ازاي. لقيت ان انا في ما بيني وما بينهم لغه ربانيه، يعني بنبتسم لبعض من غير ما فيش اي شعور بالعدوانيه من تجاههم ناحيتي. فبرضه حسيت بحاجه ارتياح نفسي جدا، وبقيت ما تسالنيش ازاي. يعني انا اعتقد انه دي حاجه موجوده جواهم، بيدوك طاقه ايجابيه. بيدوني طاقه ايجابيه جدا. الحاجه الثانيه ان هم فعلا هم ما جمهمش اي نوع من انواع الشر خالص، ما بيعرفش يكره. هو ده بيكره ما بيكرهش. فالحقيقه أنا بعتبرها أنها رسالة للمجتمع، لأنه دولت لازم ياخدوا كل الدول المتحضرة. يا أستاذ أيمن، أنا حضرت يمكن الاحتفال الأخراني اللي كانت يعني عاملين الأولمبياد الخاص، والحقيقة بشوف قد إيه الناس دي هم دول تلقائيين جدا، دول لا يعرفوا يعني دول يعني جداً. شوف قد إيه المحبة اللي بيحيطوا بيها سيادة الرئيس، وبيبقوا يعني حريصين على ان هم يتصوروا معاه، والبنوته اللي عايزه تانجش سياده الرئيس وتمشي معاه. اشخاص ودودين جدا جدا، في منتهى الود ومنتهى السلام النفسي. وبعدين انا ساعات لما بيجي لي عائلات عندهم احد ذوي القدرات الخاصه اقول لهم ايه؟ ده انا بسمع عن ابهات وامهات لما يعني يكبروا في السن ولادهم يبتدوا يتشغلوا في الحياه العامه، قوم ولادهم يبتدوا يبعدوا عنهم. ده انتوا ربنا بعت لكم اللي هيفضل معاكم طول العمر. صحيح. يعني انا بعتبرها في بعض الاحيان ما هوش اختبار من ربنا قد ما هو نعمه برضو، نعمه انسانيه، وبتدل بقى على التواصل والتراحم ما بين الناس. صحيح. يعني ان انت تعرف ازاي تتعامل مع ده، وازاي تدي له حقه، وازاي تعرف تنصت له، لانه هم ليهم لغه. ايوه. الواحد بيعتبر نفسه مثقف لما يتعلم لغه واثنين وثلاثه واربعه، دي احدى اللغات اللي انت مهم جدا تعرف تتعلمها، لان انت هتتواصل معاهم وتتواصل معاهم. انت شوف حضرتك، يعني انا فاكر اللي هو الشاب منعم اللي قال لسياده الرئيس لازم تيجي تحضر لنا وفي على فكره يعني في دينا دي من الناس اللي سياده الرئيس واخدهم في مكتبه. أي. ويعني انا طبعا بنحضر الاحتفاليه اللي بتعملها المهندسه امل مبده، الحقيقه كل سنه برضو ما تتصورش كم المشاعر، ولدرجه انه مثلا رمضان صبحي السنه دي كان موجود بيساهم في تقديم الحفله، دينا مشرف راحت لعبت معاهم تنس طاوله. بيبقى يعني الحقيقه فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، حاجه يعني من الحاجات اللي فعلا مصر
ويمكن عشان يعني بيحضرني هنا مشهد في الفن. فاكر حضرتك فيلم نجيب الريحاني بتاع سلامة في خير؟ شوف العنصر اللي كان مقدمينه بسخرية، اللي هو كان في الفصل اللي كان بيعمل مشهد كده ساخر ترلم ترلم كده يعني. فيلم تاني جسده الفنان الكبير يحيى الفخراني، مبروك. اعتقد ان النظرة تحولت، نظرة المجتمع تحولت. وفي حاجة برضه مبروك ان اصبح زي ما حضرتك بتقول كده قيمة إنسانية والناس بتتبارك بيه، وأعتقد أن فحوى الفيلم في الآخر إدى قيمة لهذا الشخص اللي يعني جزء من المجتمع. وكان فيها برضو حاجة المدام نبيلة عبيد على ما أعتقد. يعني أيوة دايما صح. الحاجات اللي هي فيها نوع من أنواع الاحتياجات الذهنية الخاصة كان بيتم السخرية منها أو تقديمها على أساس زي ما أقول لحضرتك كده، المبروك ده معانا بركة. وكان يطلقوا عليه لفظ بسهم بهلول، بهلول ده كده اللي هو يعني شخص او كان فيه الاولاد يعني يسخروا منه او حاجه زي كده. كان فيه فيلم بتاع محمد صبحي كان اسمه مسرحيه انتهى الدرس يا غبي. انتهى الدرس يا غبي. كل الحاجات دي اعتقد انه بتعكس عدم تحضر المجتمع. وقد تعكس عدم احترام الاخرين او عدم احترام الإعاقة. ومهما كانت الإعاقة سواء كانت ذهنية أو جسدية، فأنا في اعتقادي الشديد أنه يعني هي خلقة ربنا. أنت ربنا ما بيعيقش حد، ربنا بيدي قدرات سبحان الله لهؤلاء الناس يعني حتى في مجالات أخرى. يعني حتى في بنوتة، أنا الحقيقة الاسم مش حاضر معايا، بقت مذيعة تطلع في 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 دي إم سي بتقدم. ده يعكس مدى اهتمام الدولة صحيح. بعكس فكرة كيفية تحضر الشعب في احترامه للآخرين. عارف حضرتك في إحدى محلات الوجبات السريعة، مش عايز أقول الاسم، فظيعة حبيبة قلبي. إحدى محلات الأكل اللي هي وجبات السريعة، مش عايز أقول الاسم يعني، عاملينه للصم والبكم. إيه الاحترام ده؟ يعني إن أنت بتوظف دولت ذوي هذه الإعاقة عشان يبقوا موجودين. دايما يعني احرص على ان انا اروح للمحل دوت عشان اتواصل معاهم واشوف هم بيتعاملوا ازاي. فما بالك بقى لما يكون في حاجه يعني ليها علاقه بانه الاعاقه فيها جزء ذهني. لابد من التعامل مع الناس دي على ان هم مش اقل منك، هم نوع اخر من البشر. والرساله يجب ان تصل لاهالينا في الاقاليم وفي الارياف، انه دولت لما يمارسوا رياضه هيبتدي يبقى عندهم مدارك اوسع، هيبقى ما عندهمش يعني خوف من التعامل مع الاخرين. يا رب ان شاء الله الامور تتغير ويبقى دايما عندنا اكبر فريق ذوي قدرات خاصه في العالم. صحيح. احنا بننظم على فكره، احنا كنا عاملين محتضنين الالعاب الافريقيه في افريقيا. وده فعلا بيعكس اهتمام الدوله كبير جدا جدا بالناس دي فعلا. ويعني في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فيما معناه بهم ترزقون. يعني دول ضعفاء الأمة يعني، لكن هم إن شاء الله بإذن الله تعالى أقوياء، لأن عندهم عزيمة وعندهم طاقة. ففعلا يعني عارف مثلا أستاذ أيمن، أنا كان نفسي جدا أنه التسليط الإعلامي دي رحمة خالد المذيعة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية. الحقيقة جميلة وإنسانة يعني فعلا بتشوفها بتحس بإشراق. كان نفسي جدا أن وسائل الإعلام تغطي كل الماتشات وكل المنافسات بتاعه الاولمبياد الخاص بتاع افريقيا اللي اقيم هنا يوميا. يعني بدل التركيز على النجم الفلاني اللي عنده شد في العضله الضمه والنجم العلاني اللي اتخانق عشان مش عارف مين، يعني الرساله هنا بقى الرياضيه هي اللي هتخليك تنمي وعي الشعب، تنمي المدارك بتاعته، بتقول له خد بالك المنافسات دي مهمه، الناس اللي عندهم افراد في عائلتهم عندهم ذوي احتياجات خاصه يقول له اهو ما انت عندك مثل، شوف روح دور بقى هم بيتمرنوا فين الى اخره. يعني يمكن لما يبقى في تسليط على لعبات اخرى او على انماط اخرى من الرياضه اعتقد ان الوعي الرياضي ممكن يزيد ان شاء الله. لحد ما زمايلنا يجهزوا لنا اللقطه اللي حضرتك قلت عليها، يعني الاولاد اللي وقفوا وخدوا ايديهم في ايدين بعض، احنا عايزين نتكلم على افه العصر، الموبايل. احنا تقريبا من ال 16 ساعه اللي بنبقى صاحيينهم او 17 ساعه
16 ساعة حاطين عيننا في الموبايل، ده بيأثر على النظر، الناس تعمل إيه؟ كويس إن حضرتك فتحت الموضوع ده، لأنه الحقيقة في السنتين ثلاثة اللي فاتوا انتشرت، أنت عارف حضرتك الحاجات اللي هي السيئة بتنتشر بسرعة النار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وإنستجرام وإلى آخره يعني. ظهرت كده إشاعة انتشرت بصورة جامدة جدا إنه عسر في جامعة إحدى الدول العربية شقيقة لينا جدا إنه لقوا بحث إنه اللي بيستخدم الموبايل بتاعه لمدة نص ساعة قبل النوم بالليل بيجيله أمراض سرطانية في العين وأمراض سرطانية في الجلد وانتشرت بطريقة مرعبة، بيطلع له عفاريت بالليل وشير ما بين كل الناس وبعض. أولا يعني أنا أعتقد أنه أنا الأوان أنه يبقى في نوع من أنواع الأداب والسلوكيات بتاعة وسائل التواصل الاجتماعي، يا جماعة ما تعملش شيرنج لحاجة، يعني ما تشارش حاجة إلا لو تأكدت فعلا من المعلومة. أنت بتشير كده اللي هو وخلاص، أنت بتنقل المعلومة حتى ولو كانت غلط، فعليك على فكرة ذنب لما تعمل الحكاية دي. فطبعا الكلام ده عاري تماما من الصحة، ويمكن أنا يعني إلى حد ما بيزعلوا مني الأبهات والأمهات لما يكونوا جايين مع أولادهم العيادة وبين تقول لي مثلا، بتغمزني كده تقول لي قول له بقى دكتور إن استخدام الموبايل بيضر بالعين. والحقيقة ما بيضرش بالعين، هو زيه زي أي حاجة أنت بتبص فيها وبتبذل فيها مجهود بصري، بعد شوية عضلة العين بترهق فأنت بتريح، ده تلقائيا غصبا عنك هتعمل دوت هتعمله. فإذا اللي أنا عايز أقوله برضو أنه آفة العصر دي ما هياش مضرة فيما يتعلق كويسة جدا، ده أنا فيما يتعلق بصحة العين، وإن كان فيما يطلق عليه كمبيوتر فيجن سيندروم. كمبيوتر فيجن سيندروم ده أحد الأمراض اللي ابتدت يبقى فيه كلام عليها، معناها المرض المتصل بكثرة القعدة على الكمبيوتر. إنك أنت ما بترمش كتير، فلما بترمش كتير بيجي لك جفاف في الطبقة الدمعية، بس أنا برضو بعتبر إن دوت نوع من أنواع المبالغة في الأحداث. ما احنا عندنا جفاف في الطبقة الدمعية من التيارات الهوائية بتاعت التكييف العربية وتكييف البيت والمراوح والحرارة وحاجات كتيرة جدا، فقصدي إلى حد ما يعتبرش استخدام الموبايل كنوع من أنواع الإرهاق البصري مضر بالعين في شيء. والكلام اللي اتنشر على إن هو بحث اتعمل في إحدى الجامعات في إحدى الدول الشقيقة ده كلام عاري تماما من الصحة وملوش أي علاقة، مفيش أي آثار سلبية بتؤدي إلى حدوث مشاكل أو أمراض في العين نتيجة لاستخدام الموبايل. يعني لو الواحد قاعد على الموبايل، انت عارف حضرتك فيه هيد كبير واتساب ورسائل وجروبات، وعندنا جروب للشغل وجروب للأصدقاء وجروب مش عارف ايه والفيسبوك وتويتر، وبتقعد تعمل يعني كتر الاستخدام الموبايل مفيش اي مشكلة. انا بيجي لي ناس بالذات اللي هم الشباب الصغير مع ابهاتهم وامهاتهم، بيكون حصل له قصر نظر طبيعي، كان هيحصل له كده ولا كده، هو الأب والأم مقتنعين إن ده حصل له بكتر القعدة على الموبايل أو كتر القعدة على الكمبيوتر. وإن كان برضو عشان أبقى منصف، في الآونة الأخيرة ظهر في الشرق الأقصى بعض الأبحاث اللي بتقول إن قصر النظر المتزايد هو نتيجة لاستخدام العين في أشياء قريبة، ودوت قد يكون أحد الأسباب، دي نظرية، أحد الأسباب المؤدية لتزايد قصر النظر في الجيل الجديد. وبيقولوا ان دوت ممكن يكون زيادة نسبة الناس اللي بتلبس نظارات قصر نظر، وابتدوا يعملوا بروجرام للأطفال الصغيرين بيستخدموا فيه مادة مسؤولة عن انها تعمل ارتخاء في العضلة المسؤولة عن تكيف العين او الفوكس بتاع العين اللي هي العضلة بتاعت الجسم الهدبي. فهذه العضلة لما نزغللها نخليه مزغلل فما يقدرش يستخدم الحاجات القريبة كتير، انه دوت بيقلل في درجة قصر النظر. هو احد الابحاث او نوع من انواع الترندات اللي موجودة، لكن ما نقدرش نؤكده الا بعد مرور فترة زمنية 5 سنين الى 10 سنين.
يعني عادي نستخدم الموبايل توكل مفيش مشكله توكل ونفضل قاعدين مفيش مشكله خالص مفيش اي حاجات وسائل حمايه يعني اتمنى ان احنا ما نكتشفش في المستقبل بعد كده كلام يخليني اتراجع واندم على اللي بقوله دلوقتي. عموما لو حصل اي حاجه حضرتك تشرفنا في قناه الاهلي وتقول ان في ابحاث جديده. أنا مش ماشي من قناه الاهلي. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني ان يكون فرصه ان نبص على الموبايل ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى مع حكيم العيون الدكتور حازم ياسين. أهلا بك يا دكتور حازم. شايف الابتسامة اللي على وشي قد إيه؟ فرحان قوي إن أنا في قناة الأهلي بجد. والله وإحنا فرحانين جدا الحقيقة وفرحت الناس كتير لما قلت إن استخدام الموبايل أوقات طويلة مش ناس كتير جدا عمالة ترنني مبسوطة جدا يعني خلاص يعني على غير المتوقع مننا بصراحة يعني. في قصة مؤثرة جدا كانت لفنان كبير الفنان أحمد السقا. حصل له حادث وهو بيصور فيلم الجزيرة. يمكن أنا تابعت طبعا الموضوع ده. أنا كنت يمكن برا مصر بس طبعا بتابع أخبارك في كل وقت من ساعة ما أهدتني الكتاب بتاعك ورجعنا يمكن من أكتر من حاجة وعشرين سنة كنت حضرتك عملت كتاب من دار الهلال. مزبوط. وفوجئت بالهدية دي صراحة كانت هدية غالية ما انساهاش أبدا. الفنان أحمد السقا كاد يفقد يعني عينه بعد الشر يعني من انه جه فيه رايش بتاع طلقة وما كانش يعرف حازم ياسين. فوجئ بانه حضرتك بتتدخل. قال لك يعني هتعرف تنقذني. قلت له ده ربنا اللي يعني هو كاتب القصة الحقيقة وكلنا قريناها وتابعناها. اصبح بينك وبين الفنان احمد السقا علاقة طيبة لدرجة ان هو عمل فيلم سمى فيه نفسه حازم ياسين. قصة الموضوع ده ايه بقى بالظبط؟ والله قصة الموضوع ده انه اولا انا بشكره قوي يعني يعني هو طول عمره راجل خدوم جدا. أيوة. وراجل جدع جدا. أيوة. في حتى كاريكاتير يعني عايز اقول لك من الشخصيات عارف اللي يتقال عليه كده من جوهر السعيد يسعد. انا بسمع كتير عن ناس شغالين مع احمد السقا يقول لك انا لما اشتغلت معاه زي ما كون الخير جه الدنيا زادت. انا كان ليا الحظ ان انا يعني اتعامل مع والده الاستاذ صلاح السقا الله يرحمه. طبعا الله يرحمه. طبعا يعني ملك مسرح العرائس وليله كبيره يعني تاريخ طبعاً طبعاً. كبير جدا ومامته ربنا يديها الصحة والعافية. هي عيلة جميلة قوي واخد بالك. وبعدين صلاح السقا من الناس اللي هم الأكاديميين الكبار خريجين الفنون التطبيقية في يعني طبعا من العمالقة. قصة مسرح العرايس دي ده فن ماريونات ده فن صحيح. خطير جدا جدا صحيح. انك تقدر تحرك شخصيات وتعمل صحيح. كلام ليلة كبيرة كلها طبعًا. مؤثرة فينا طبعًا. كلنا يعني طبعًا. الله يرحمه طبعا الفنان صلاح شاهين ويعني كل طبعًا. الإبداع يعني. فهي خصوصية الموضوع نمرة واحد شدة الإصابة ونمرة اتنين توقيت الإصابة. يعني شدة الإصابة هو حصلت في الأقصر بس من ستر ربنا انه لحق ينزل مصر بعديها بثلاث اربع ساعات من ساعة الإصابة. ايوه حضرتك كنت في اسكندريه؟ لا انا كنت في القاهره. كنت في القاهره؟ كنت في القاهره. برضو توقيت الاصابه كان جاي في يوم الاربعين بتاع وفاه والدتي الله يرحمها الدكتوره سيام قداح. وانا كنت مفكر تماما انها خلاص. انا كنت خدت قرار كان بقى لي 45 او 40 يوم اسف من ساعه الوفاه ما اشتغلتش ومحدش يعرف ان انا ما بشتغلش غير زمايلي اللي بيساعدوني اللي هو عماد ومجدي وكده. فمعنديش لياقة بتاعة عمليات يعني الجراح لازم يكون دايما ايده في العمليات عشان عنده اللياقة بتاعة المهارات في ايده ولياقة اتخاذ القرار في ذهنه فالاتنين يبقوا ماشيين مع بعض. وعندي حزن شديد جدا وعازف عن الدنيا تماما وغاضب غضب شديد على فقدان امي الله يرحمها. الله يرحمها. ومش ناوي اشتغل تاني.
كنت فعلا حضرتك، انا عارف كنت حضرتك خدت قرار انك تعتزل ما حدش يعرف الكلام ده. هو كان اول واحد هو يعرفه، كان اول واحد هو يعرفه. لانه انا في الاول لقيت اللي هم بيساعدوني دول زي اخواتي يعني عماد ومجدي بيكلموني في التليفون، الاستاذ احمد السقا يعني اتعور ولازم حضرتك تنزل. هما بيتكلموا على اساس انها حاله صعبه وانها محتاجاني انا، وانه انا بتكلم من منطلق ايه، اي حد من الزملاء يشوف انا مش نازل. انا فاكر ان هما بيحاولوا يزقوني عشان يشجعوني او يخرجوني من حاله الحزن. لغايه ما تلقيت اول تليفون من استاذه فاطمه السقا اللي هي اخت احمد واصبحت اختي دلوقتي يعني. طبعا. وبتقول لي على القصه ان هو كشف في مستشفى الاقصر وقالوا له العين راحت. استفزيت شويه، قلت لها يعني على الاقل ده هو ممثل شهير، اشهر ممثل اكشن في مصر والوطن العربي. احنا بنتكلم في انه حتى لو ما قدرناش نسترجع النظر على الاقل نسترجع المنظر. طب اجيبه لك ازاي؟ ابتديت رايح انا بقى المستشفى فبحاول البس اكتر لبس يكون مستفز لجميع اللي حواليا. انا رافض، مش عايز اشتغل يعني، فبحيث انه اللي يشوفك يفقد الثقه فيك من منظرك الخارجي. فمثلا لو انت بتلبس بدله في الظروف العاديه روح لابس جينز، لو لابس جينز يستحسن يبقى مقطع وفاتح القميص لغايه نص صدرك مثلا يعني، واخد بال حضرتك، وتلبس شبشب. كل الحاجات اللي تخلي الناس تشوفك تقول لا يا عم ده منظره. وبعدين كمان خد بال حضرتك القصه دي دخل عليها دلوقتي 13 سنه. فبرضو حازم مين ياسين اللي هيعالج احمد السقا؟ طبعا انا لما شفت الاصابه كانت شنيعه، لانه في حته من التصوير هم بيصوروا زي ما بيكونوا بيضربوا طلقات، فبيبقى حته زي شريحه بلاستيك كده حاده جدا، فلما بتضرب فيها الطلقه بتنور ويركبوا عليها الصوت بعد كده. فهو المشهد عباره عن ان هو مستخبي في جنب في زاويه حيطه، والطلقه ديت زي كوره بلاستيك كده بتطير تروح في الشريحه البلاستيك دي، فالشريحه البلاستيك دي اتقسمت طارت دخلت من الناحيه دي، خرجت من الناحيه دي، كسرت عظمه المناخير. شوف قوه الاصابه عامله ازاي. فطبعا العين مليانه نزيف وانت لسه مش عارف الموقف هيبقى عامل ازاي. واستاذ شريف عرفه ربنا يديله الصحه والعافيه، الراجل ده جميل جمال يعني. طبعا بقطع الكلام، بس فيلم الممر ده متهيألي مفيش مصري ما تأثرش من فيلم الممر ده. بوجه له التحيه يعني، ربنا يديله الصحه والعافيه، يعني من اجمل المخرجين اللي في مصر في المنطقه العربيه يعني. بيسالني استاذ شريف انت ايه شايف ايه يعني؟ وطبعا مامه الاستاذ احمد راميه ودن عشان تعرف ايه اللي بيحصل يعني. فانا قلت لهم لا يعني الموضوع يعني صعب جدا يعني. وانا بقول صعب جدا، عارف طبعا حضرتك لما بيكون بتتشكك في قدرات الطبيب اللي قدامك ممكن تقول طب متشكرين قوي هاخد راي تاني، نكون دورنا على دكاتره كبار ايا كان يعني. فلقيت الاستاذ احمد بمنتهى يعني الاريحيه كده بيقول لي توكل على الله اعمل اللي انت شايفه صح. من مرحله بقى ان انا رافض شغل خالص مش عايز انزل وايدي ما فيهاش مهاره جراحيه، لمرحله ان انا نحله بتدور في المكان عشان نجيب حد من اساتذه التخدير يوم الجمعه قبل الصلاه اللي هو بيعتبر وقت ميت عند اغلبيه المصريين. ايوه صعب جدا ان حد يرد عليك يوم الجمعه قبل الصلاه. فمره واحده بقى جري جري جري. وبعدين انا لما دخلت اوضه العمليات كمان انا ما اعرفش يعني مش متذكر الخطوات الجراحيه، انما انا في الاول لقيت ان انا يعني كميه الاصابه اللي موجوده في العين كبيره، فطول الوقت انا مش متذكر انا بعمل ايه، او يعني مش متذكر التفاصيل بتاعه العمليه. وبعدين لما خلصت بقى كان بقى لي 45 يوم ما دخلتش اوضه العمليات، فلقيت الناس اللي قاعده تتفرج على العمليه ودكاتره يعني دكتور التخدير ومش عارف يعني المساعد بتاع دكتور التخدير والعمال اللي حواليا اللي قاعد بيبوس راسي والحمد لله على السلامه ومش عارف مين. انا اتاثرت شويه. وبعدين
قررت خلاص بقى انا عملت اللي عليا والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل، هروح بقى انام وبعدين اشوف السفر اللي انا كنت مقرره ان انا اسافر لبنتي وكلام زي كده. ما تفهمش بالليل وانا رايح المطار قررت ان انا اعدي عليه شوف ايه الاخبار يعني. وبعدين لقيت من انه العمليه تمام والامور كويسه، هو بعد ما فاق على طول، فعملت انا زي الافلام المصري كده برفع الغيار وبقول له دول كام، فبقول له دول كام كده عامل 5، فبيقول لي 5، فمامته بتتريق بتقول ده لو قال 3 كنت انا زغرت، على اساس انه يعني الاصابه شديده قوي. خلاص الحمد لله ربنا كرم والدنيا هاديه، مجرد بقى التئام اي حد من الزملاء يقوم بالواجب بعد كده. تفهمش ايه اللي خلاني اعدي بالليل، عديت بالليل فلقيت نزيف مالي العين. انا طبعا هتجنن ازاي نزيف يحصل يملى العين مره اخرى. فقالوا لي ساعتها ان احد اصدقائه المقربين منه جدا توفاه الله، ابن الاستاذ صلاح منصور الله يرحمه اللي هو الفنان الشهير. طبعاً. اعتقد ان اسمه كان مجدي صلاح منصور. هو اعتقد كان منتج فني او حاجه زي كده، وكان قريب قوي من الاستاذ احمد. انا بقيت هتجنن فسمع الخبر حزن اتنرفز وزعق ومش عارف مين وكلام زي كده، فحصل نزيف. انا طبعا مره واحده بقى من فاقد يعني الرغبه في الحياه وفاقد الجاريه والدنيا ولا اي حاجه، الى حد هيتجنن ازاي يفقد الابصار بعد ما كان استرجاعه باقل من 24 ساعه. قمت قافل علينا الباب واخد بال حضرتك، وقلت له بص بقى احنا هنفضل قاعدين من النهارده لغايه بكره، انا قاعد جنبك على الكرسي، لازم النزيف ده بيعالج على ان انت تفضل قاعد في وضع راسي بحيث انه ياخد مستوى معين فيبتدي يمتص. قلت له انا هفضل قاعد جنبك على الكرسي اهو، وانت هتفضل قاعد في السرير. قال لي مش هعرف. قلت له هتعرف. قال لي راسي هتيجي يمين شمال. قلت له مالكش دعوه خالص، مخده من الناحيه دي ومخده من الناحيه دي ومربطينه في السرير. ولمده 12 ساعه هو وانا قاعدين زي ما هو يقول لي مش هعرف. قلت له انا هعرف زيك، وانا هنام زيك على الكرسي قاعد اهو. ولغيت السفر، ما روحتش المطار، لغيت السفر، ما روحتش المطار. فالصبح الساعة 7-8 كده دخلوا طاقم التمريض، رئيسة الحاكمات بتطمن نشوف ايه، ودخل لي عماد. عماد ده زي بقول انا اخويا زي ابني انا مربيه يعني. دخل لي عماد ودخلوا لي بقية الطاقم، قالوا لي في ناس من اللي كانوا واخدين مواعيد قبل ما الوالدة الله يرحمها تتوفى عرفوا ان انت جيت المستشفى. طبعا غالبا هم بيتامروا يعني، هم بلغوهم تعالوا اعملوا ضغط، عايزين يدخلوك في المود. فقعدوا يتكلموا معايا بالراحه كده عشان خاطر روح المرحومه الله يرحمها، قوم اشتغل كرمانا لروحها يجعله في ميزان حسناتها ان شاء الله، والناس الغلابه دول تكبر بخاطرهم وتعمل لهم العمليات. نزلت يا استاذ ايمن زي ما اكون مثلا نحله من الاوضه دي للاوضه دي للاوضه دي للاوضه دي. قلت لهم طبعا اول ما يصحى لازم تنادوني عشان اطلع له. قبل ما يصحى كنت خلصت لستة كبيره جدا، فبرضه الناس قاعده يعني شعور بالترحيب وان انت جيت ومش عارف مين، شعور من الزملاء يعني. وبعدين طلعت تاني بكشف عليه، لقيت النزيف اختفى، وده مش موجود في كتب الطب يعني، انا مش ببالغ والله، انه ده مش موجود في انه هو يختفي يعني نزيف يبقى مالي كل الخزانه الاماميه والنزيف دوت يختفي في اقل من 12 ساعه، مش موجود في كتب الطب. عارف ليه؟ والله اعلم. انا يعني عارف ليه، انا عارف ليه. لا انا هقول لك، عشان الخير اللي بتعمله. لا والله لا، عشان الخير اللي بتعمله وعلشان ان ليك مواقف انسانيه. لا والله مع لا. ناس كتير منهم الاولمبياد الخاص اللي المهندس ايمن عبد الوهاب موجود علشان يقول لنا شهادته في مساهماتك معاهم. هرجع اقول لك الخير اللي هو بيعمله. هقول لك رد على السؤال بعد ما اكلم المهندس ايمن عبد الوهاب عشان معاه انا بقاله كتير. انا اسف انا اسف. مساء الخير يا باشمهندس ايمن. اهلا اهلا يا استاذ ايمن. ازاي حضرتك؟ معلش احنا يعني مستمتعين. صحيناك من النوم؟ لا لا خالص، انت عارف حازم ياسين ده زميل مدرسه يعني، ده تاريخ.
ده احنا بقى دخلنا في جيل بقى في جيل تاني بقى، يعني من التجديف للدراسة لحاجات كتير. بس هو يعني هو شكله اصغر ب 10 سنين. انا بقول له برضو نفس القصة، انا مش عايز اقول ان احنا لعبنا تجديف سوا عشان ما اكبركش. فهو احنا يعني انا اكبر منه، واحنا كنا زملاء، بس انا اكبر منه برضو ب 20 سنة. ايمن عشرة عمر الحقيقة. يعني حاجة جميل فعلا. انا عارف قد ايه انتوا عندكم رسالة يا باشمهندس ايمن، فعلا غيرتوا الصبغة وغيرتوا التوجهات بتاعت المجتمع حيال أبنائنا من أصحاب القدرات الخاصة اللي مزجتوهم في المجتمع بشكل كبير. والحقيقة من زمان جدا، وأنا عارف طبعا يعني رحمة الله عليها خالة حضرتك ومرات المهندس إسماعيل عثمان، وقد ايه المساهمات اللي عملتوها ومساهمات الدولة ودعم سيادة الرئيس الفترة ديت الحقيقة، واللي اطلق على هؤلاء الاولاد ملائكة الارض. واحنا معانا يعني دكتور حازم ياسين، اعتقد ان له مساهمات معاكم في هذا الموضوع يعني. طبعا طبعا يعني حازم، دكتور حازم يعني طبعا في 2003 استنادا طبعا لعلاقتي الشخصيه بيه، كلمته سالته قلت له يا حازم تحب تيجي تتطوع بوقتك في الالعاب العالميه في ايرلندا؟ وانا فوجئت بصراحه انه وافق، لان طبعا احنا عارفين يعني ايه الدكتور حازم. كان طبعا ساعتها خلاص اصبح الدكتور حازم بكل معنى الكلمه بالمستشفى بالعياده بالمرضى بتوعه. فطبعا عشان يقفل النشاط بتاعه لمدة 10 أيام ولا حاجة ويطلع يعالج أو يشرف على علاج الأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة لاعبي الأولمبيات الخاص، كانت بصراحة مفاجأة. والمفاجأة الأكبر إنه بعد الألعاب يمكن هو بعت جواب كلنا بنتكلم عنه لغاية الآن في الأولمبيات الخاص الدولي، بعت جواب لرئيس الأولمبيات الخاص الدولي بدل ما إحنا بنبعت له نشكره وهو بيبعت لنا يشكرنا على ان هو قضى الوقت ده مع مجموعه الاولاد والبنات دول، والخبره والامكانيه والحاجه الجميله اللي هو مر بيها، يعني شايفها ان هي حدث فريد من نوعه لدرجه ان هو اللي بيشكر. بعد كده يمكن عملنا في 2005 مؤتمر برضو اقليمي للصحه، وكان هو حاضر معانا في سوريا. ومن منذ هذا التاريخ يعني ما بتأخرش عن مشاركاته في الأولمبياد الخاص بكل ما فيها، حتى عيادته فاتحها للأولاد والبنات ذوي الإعاقة الفكرية لعلاج مجانا طبعا، ده غير انه بيعالجنا احنا كلنا مجانا كمان. يعني هو اقول لك على حاجة، تسمح لي اقول لك يا ايمن، لان احنا عشة عمر، يعني احنا يعني أصدقاء من الطفولة أو من يعني الشباب. أيمن أنا بعتبر أنه هو ليه الفضل في أنه هو خلاني أختلط بالناس دول. أنا في الأول كنت مش عارف أتواصل إزاي، وبعدين لما عشت التجربة بقيت مش عارف أشكره أو أشكر السبيشال أولمبيكس إزاي، أن هم نموا مداركي وغيروا طريقة تفكيري في أنه الناس دول بيفهموا بس بطريقة مختلفة، بيتواصلوا بس بطريقة مختلفة، جواهم خير وسلام وما عندهمش أي نوع من أنواع الأحقاد زي ما كنا بنتكلم قبل. يمكن أيمن ما كانش بيتابعنا ساعتها، لكن أنا بعتبر برضو أنه اللي بيعمله أيمن ده حاجة متفردة جدا، أنه يوهب حياته كلها إلى أنه أصبحت دي رسالة. يعني أصبحوا الناس دول عاملين زي ما يكون عيلته، لأنه هو عايش بيهم طول الوقت. صحيح. فأولا أنا بهنيه أنه هو عرف يعمل كده، وأنه دخل دوت بقت شغله الشاغل، وبشكره أنه هو أتاح لي الفرصة دي أن أنا أعرف أتعامل معهم. وزي ما كنت بقولك قبل ما نخش على أيمن، أنه اللي بيفخر بأنه هو بيعرف لغة واحدة إنجليزية أو فرنسية أو أسبانية، وكل ما يبقى عنده لغات أكتر كل ما يبقى مثقف أكتر، الاهتمام بهذا القطاع من أبنائنا هو يعكس تحضر ومدنية الدولة. ولذلك يعني طبعا هو يمكن يخجل من هو يقول ده، مهندس أيمن علي يعامل معاملة الرؤساء والملوك، يعني رؤساء وملوك الدول هم اللي بيستقبلوه،
وده بيعكس تحضرهم. بنشوف طبعا بنشوف بيعكس تحضرهم وبيعكس مدى اهتمامهم بهذا القطاع من البشر. انا كان ليا حظ مره ان انا سافرت معاهم ابو ظبي الحقيقه. مش عايز اقول لك هو ادانا فرصه ان احنا نغسل نفسينا من جوه جدا ونحس بان احنا يعني الانسان فينا ولا حاجه بصراحه. طبعا جنب الناس دي وجنب العمل الكبير الانساني اللي بيعملوه الحقيقه مش بجامله، لكن هو الحقيقه بيدينا طاقه وبيدينا حاجه زي ما بقول لك بنغسل نفسينا من جوه. انا فتح لي افاق جديده ما كنتش شايفها قبليها يعني. صحيح. ويمكن حتى احنا في اخبار رياضه انا معايا زميلي الاستاذ محمد الشحات، هو يعني من الناس المساعدين مع المهندس حبيبي. طبعا حبيبك، بس بيهرينا شعر بصراحه من الاشعار بتاعته ما بنفهمهاش، لكن هو فعلا احنا اخبار رياضه بنبقى حريصين على ان احنا نكون متواجدين ونسجل ده للناس دي والاولياء امورهم، لانه فعلا اولياء امورهم ابطال، واللي بيعمله المهندس ايمن وكل زملائه الحقيقه فعلا من علامات تحضر البلد دي. انا برضو بقول قدام ايمن لانه برضو غالبا كان بعيد عن التلفزيون، ان انا كان نفسي ان دوره الالعاب الاولمبياد الخاص اللي اقيمت على ارض مصر انه كانت وسائل الاعلام يعني تغطيها تغطيه ممله، اللي هو تعيد الحدث مره واثنين وثلاثه واربعه كمان علشان زيادة الوعي عند أهلنا في الأرياف وأهلنا في الأقاليم، وأنه نعتبر أنه لما يبقى ربنا بيهدينا هدية زي دي أن احنا لازم نخليه يشترك في أنشطة رياضية يبقى فيها تواصل مع الآخرين. هو المهندس أيمن سمعنا، هو ساكت ما بعرفش بيسمعنا، لكن احنا عايزين أنا سمعك طبعا مستمتع بسمعك يعني زي ما بيقول. لا احنا اللي عايزين نستمتع بأن حضرتك تقول لنا إيه أقرب حدث بقى. لا ربنا يخليك لازم نسمعك طبعا. ربنا يخليك يا باشمهندس، احنا عايزين حضرتك تقول لنا ايه اقرب حدث، وعايزين تقول لنا الموقف المؤثر، اكثر موقف مؤثر عشته مع الدكتور حازم ياسين. والله طبعا يعني اول حدث يمكن هنستنى عليها شويه لما نشوف ظروف الكورونا، ولانها مؤثره على جميع الرياضيه على جميع المستويات. طبعا زي ما حضرتك عارف صعب التجمعات دلوقتي. صحيح. انما احنا لسه خارجين من اول العاب افريقيه اللي هي قيمه تحت كان حدث هايل طبعا. وكان فيها 42 دوله افريقيه مشاركه لاول مره في تاريخ الاولمبياد الخاص على مستوى قاري، وطبعا دي كانت انجاز بكل المقاييس. يمكن الدكتور حازم عنده حق طبعا انه الاعلام كان جيد جدا طبعا، بس لازم برضو نزود الجرعة الإعلامية، لأن زي ما بنقول مهما احنا عملنا من مجهود مش هيظهر ولا هيوصل للأفراد والمجتمعات غير من خلال الإعلام. وطبعا احنا بنحيي الإعلام على دوره في الألعاب، ولكن برضو نتمنى ان هو يحصل فوكس أكبر في الفترة القادمة. دكتور حازم زي ما بقول لك هو إنسان بطبيعته شخصية جدعة جدا، وطبعا أنا شهادتي فيه مجروحة يعني. كلنا شهادتنا فيه مجروحة. زملاء من الطفولة يعني. إنما هو فعلا من الإنسان الناس يعني جدعان جدا في كل تعاملاته، مش مع مؤخرا مثلا لما بقى دكتور كبير، لا هو مع أصدقائه وإحنا صغيرين، مع أهله، مع يعني أنا لن أنسى مثلا احنا في فرح اخته هو كان بيعمل ايه؟ يعني في اهتمام بعيلته وفي اهتمام باصدقائه وفي اهتمام فما كانش غريب انه يهتم بالفئه دي. فحقيقي هو عمل شغل مميز جدا في هذا المجال، ولا زال يعني يعمل في هذا المجال معانا، وانا متخيل ان هو ان شاء الله في يوم من الايام كده هيبقى له دور اكبر من كده في الاولمبياد الخاص الدولي. ان شاء الله. واعتقد برضو احنا يعني النادي الاهلي عنده دور كبير برضو في المسؤوليه المجتمعيه. النادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا في مساعده الاولمبياد الخاص او يعني اصحاب الهمم ومرضى السرطان وحاجات كتير، الحقيقه مسؤوليه مجتمعيه النادي الاهلي يعني. اتفضل. كل المجلس الاداره الخطيب خالد الترندالي خالد مرتاج، يعني ما فيش حد بصراحة بيتأخر يعني كلهم مهتمين جدا بالقصة، وطبعا كلهم أصدقاء في المقام الأول. صحيح صحيح. ويعني ده اللي أهل حتى النادي الأهلي أنه هو ياخد جائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في المسؤولية المجتمعية، هو نادي الهلال السعودي الحقيقة. ودي يعني كويس أن حضرتك يعني ذكرتنا بهذا الأمر.
علشان يعني يا ريت يبقى في مؤسسات رياضيه كتير تحذو حذو النادي الاهلي في هذا الشان. احنا بنشكر حضرتك يا باشمهندس ايمن وسعده بيك واسفين ان احنا سهرناك، لكن بما ان بقى مع صديقك وصديق الطفوله ومع احنا برضو بنعتبر نفسينا يعني من الناس اللي بنحبك وبنقدر عملك، فبنقول لحضرتك نورت قناه الاهلي، وان شاء الله باذن الله تعالى نتشرف انك تكون ضيف لينا مره في الاهلي يحاور علشان نلمس جوانب من الحاجات الانسانيه اللي بتعملوها وبتقدموها لابناء من مصر ملائكه الارض زي ما قال عليهم سياده الرئيس. انتوا من اجمل الاشخاص اللي الواحد عارفها في حياته. الله يكرمك يا فندم. الله يخليك يا فندم، تصبح بالف خير ومتشكرين على مداخله حضرتك معانا. شكرا ليك. يعني فعلا ده واحد من الناس اللي ليهم فعلا مكانه وبيشتغل لو بروفايل خالص، بيبقى حريص على ان هو يقدم، وزي ما قلت حضرتك من 2000 يمكن او من سنوات طويله من اكتر من 20 سنه بيبذل مجهود زي ما حضرتك قلت، ويعني قال على قد ايه مساهمه حضرتك برضو معاهم. انا مساهمتي ولا حاجه، انا شايف ان هو الدور اللي بيعمله ده يعني دور، عارف لما يقول لحضرتك اللغه الناعمه او القوى الناعمه، اسف، اللي هي موجوده في الفن والثقافه الى اخره، الدور اللي بيعمله لا يقل اهميه عن هو سفير لمصر. صحيح. عشان كده بقول لحضرتك هو يعامل معامله الرؤساء والملوك ويستقبل منهم عادي. صحيح. جدا. انا شفت في ابو ظبي الحقيقه يعني مره يمكن سافرت معاهم، كنا بنغطي حدث من الاحداث ديت، وهم عملوا الاولمبياد العالمي في ابو ظبي الحقيقه. أيوه. وكان حاجه هايله تحت رعايه الشيخ محمد بن زايد الحقيقه بنفسه، كان مهتم. أيوه. جدا، وشفت قد ايه التقدير للمهندس ايمن عبد الوهاب الحقيقه، وكان فخر لينا الحقيقه جدا جدا هذا الامر. عشان كده انا بقول لك الخير ده هو اللي اداك الطاقه وانت بتعالج احمد السقا. لا انا يعني انا اختلف تماما وشكلا وموضوعا، لانه اعتقد انه عارف لما يقول لك اصل ربنا بيوقف لك ولاد الحلال لما تقف في موقف فيه عطره، يعني برغم يعني قصدي والده ووالدته اكيد بيدعوا له طول النهار، وناس كتير اكيد بيعملوا خير طول النهار. هو على الجانب الانساني وقدامي انا شخصيا كميه الجدعنه وكميه الخير اللي هو بيعمله وكميه الفلوس اللي هو بيبعتها كم غير طبيعي. فقصدي شخص بالظروف اللي زي دي لما يحصل له مشكله كبيره وبعدين ربنا يشفيه، انا اقتناعي الشخصي انه الدكاتره كلهم ادوات علاج، بس الشفاء ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول هذا الكلام وانا مش متدين قوي برضو عشان ما حدش ياخد كلامي بان انا بتظاهر بالتدين. انا مصر على انه اللي بيشفي ربنا طبعا. انا ممكن انت ممكن تروح تشتري سرير عشان تنام عليه، لكن تنعس ويجي لك النعاس ده قصه اخرى. ممكن الدكتور يكتب لك روشته، بس الصحه ما يقدرش يديها لك، اللي بيديها لك ربنا. قيس على كده حاجات كتيره جدا. فانا في اعتقادي، وعشان كده كنت دايما انا بقى تاني يوم يمكن تكمله للقصه دي، فلما رحت بقى طلعت اكشف عليه لقيت النزيف اختفى، بقيت مش مصدق نفسي. فبقول له الحمد لله ربنا كرمنا فهو بيشكرني بيقول لي انت مش عارف انت عملت فيا ايه. فقمت قاطع كلامه قلت له لا لا لا، انت اللي مش عارف انت عملت فيا ايه. انا كنت سبت الطب وانت رجعتني، وكنت مسافر بره مصر وانت اللي رجعتني. استغفر الله العظيم يا رب، كنت غضبان جدا من موت والدتي ومش متقبل اللي حصل ده، زي ما يكون ربنا بيناديني تاني. لانه حد بشهره يعني احمد السقا وانت بتعمل له العمليه، في الاخر وفي الاول هو نوع من انواع الدعايه غير المباشره لحازم ياسين، في الاخر وفي الاول، فانه ربنا يبعت لك ده في التوقيت ده يوم 40 مامتك وانت قافل الموبايلات وما بتردش على حد ومش عايز تشتغل، اكيد في رساله من ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بينظم الـ 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 يعني عارف المرور. فانت مش ممكن ده يكون غير عباره عن علامات ربانيه، انه ربنا بيقول لك لا ولا تقنطوا من متي. فقصدي
هي كلها الموقف كله على بعضه كان حاجات كتيرة. وبعدين شوية وجت أستاذة فاطمة أخته، فقعدنا احنا التلاتة بنحكي، كل واحد بيحكي الموضوع من ناحيته، وصل للاتنين التانيين ازاي، يعني أستاذ أحمد وصل لأستاذة فاطمة ازاي، أستاذة فاطمة وصلت لي ازاي، أنا وصلت لأستاذ أحمد ازاي. بقى في تلاتة كل واحد بيحكي الموضوع من زاويته السينمائية، ولذلك علاقتنا ببعض يعني علاقة أسرية جدا، يعني والدته يعني زي والدتي وأكتر، أخته زي أختي وأكتر، وهو يعرف هو عزيز عليا قد إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيسخر الناس للناس، وربنا سبحانه وتعالى اختاره ليك واختارك ليه علشان حاجة في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان تفضل يعني منارة تنير حياة وعيون ناس كتير يمكن محتاجاها، محدش يعرفه، محدش يعرف هم فين. طب الأستاذ أحمد رجب بقى كتب عليك، والأستاذ أحمد رجب في نص كلمة، هي نص كلمة ولكن بألف كلمة. أصل الراجل ده اللي ما يعرفوش، الله يرحمه، الله يرحمه، الراجل ده اللي ما يعرفوش أستاذنا، يعني أستاذ أساتذتنا اللي ما يعرفوش عن قرب، يعني قصدي اللي ما قعدش معاه على المستوى الإنساني. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ يعني مبهر، صحيح مبهر في درجة ذكائه، مبهر في قدرته، سرعة بديهته وقدرته على قدرته. انت تعرف انك عشان تكتب موضوع في كلمتين دي قصة شبه مستحيلة، انك تقدر تعرف اشخاص من الوهلة الاولى او من النظرة لطريقة المشي. اللي كاتبه لحضرتك اهو بيقولك بسبب ضغط الدم كتب لي الدكتور كلام كمال حليم مهدئا جعلني أبرد من لوح تلج، أشاهد مشاجرات الحواري في مجلس الشعب فلا أنفعل، وأقرأ أخبار القمح الروسي فلا أبالي، وأسمع مطربا تيكاوي بمنتهى التسامح. الله يرحمه كان بيسمع أما لو سمع أغاني المهرجانات دلوقتي كان عمل إيه. وألتقي العبقري حازم ياسين هنا الذي يطاردني من شهور لإجراء عملية في عيني، فأواجهه محددا الموعد وأسمع زي حواس للمرة الألف يحدثني عن معشوقته كليوباترا، فأقول لنفسي حسبي الله ونعم الوكيل، سعيد أنا بالقرص الطبي، وأغني في الحمام لأول مرة من 20 سنة، ولا يفسد علي هذه المتعة غير صوتي. الحقيقة شخص من العظماء يعني، وبعدين يجي لك الحظ انه في رحلة حياتك تتعرف على هذا الشخص، وبعدين يحصل بينكم تقارب انساني، والتقارب الانساني ده يصبح علاقة شبه يومية، شبه يومية، شبه يومية. ولما يبقى فيه انقطاع عن العلاقة دي اللي هي شبه يومية بمكالمات أو كده، تقوم يبقى العتاب بكارت صغير على العيادة مع حد مثلا من البسطاء اللي حواليه، فترجع تكلمه فيهزقك فتضحك. فالحقيقة انا اعتبر نفسي خفة ظل وخفة دم، سرعة بديهة لا يمكن، سرعة بديهة، عمق في التحليل لا يمكن، حاجات كتيرة جدا. يعني انا بقول لحضرتك انا من المحظوظين ان انا اقدر اتعرف على شخص في بهذه العظمة في رحلة حياتي الحقيقة يعني. وحزنت عليه حزن شديد جدا 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 جدا. وساعة لما توفى انا كنت في لندن، كان عندي مؤتمر، وانا مش من الناس اللي بتقعد تكتب على الفيسبوك ولا كده. لاول مره اكتب على الفيسبوك كنت متاثر جدا لدرجه ان زمايلي تاني يوم اتخضوا عليا، وبعدين لما عرفوا انه الاستاذ احمد رجب اتوفى فيعني بقوا مستغربين كل الحزن ده على هذا الشخص. الحقيقه انا من الناس اللي حزنت عليهم جدا جدا يعني. الله يرحمه رحمه واسعه، ويمكن لينا عوض في شخصية ظريفة جدا، شخصية إنسانية عظيمة، رغم إن هو يعني زملكاوي لكن كلنا بنحبه وبنستنى تويتاته وبنستنى كرافطته الحمراء ونضارته الحمراء اللي طلع بيها وهو بيشجع الأهلي قدام سان داونز. قول كده، قول كده مساء الخير. مساء الخير.
يا شباب. الو ده عم صلاح. عم صلاح ازاي حضرتك؟ عفيفه لما الاهلي بيغلب. منورنا استاذ صلاح على قناه الاهلي، منور القيمه الكبيره والانسان المحب الظريف اللي يعني بيشع حب وبيشع وطنيه. الله يخليك ايمن بيه يا حبيبي. الله يخليك يا عمنا. تسلم لي يا عمنا. استقصادك واحد بس اقول لك حاجه من اقرب الناس الى قلبي. اه طبعا. انا يعني اقول يمكن بقى دايما اقول الحسنات اللي ما قدرتش انساها لك انك عرفتني على حازم اسيب. والحقيقه هو حازم كمان الدكتور حازم يعني زي ما كنت عارف المثل اللي بيقول ايه بالقلب للقلب رسول. صحيح. خلي بالك الرسول بقى اللي بين الجنوب ده أيوه. ملوش علاقه القلب ده زملكاوي ولا اهلاوي. لا لا كلنا حبايب. اه كده هو ليه علاقه ان الجنوب دي لذيذه وحلوه وطيبه. صحيح. فهو حتى ايه يعني تبعني تقريبا انا مش عارف فاكر الواقعه دي وانا قاعد مستني عشان اطمن على احمد السقا ابني واخويا وحبيبي وهو جه يعني انا بحبك بتاع طبعا تعبت رغم ان الموقف بقى صعب وبعد كده بقى مريت انا بظروف صعبه وكنت بروح للدكتور حازم الحقيقه يعني انا مهما قلت عنه لا احنا بنحبه جدا اهلاوي يا عسل انت اهلاوي عسل ودمه خفيف وانا يعني ايه اكبر دليل بقى على ان احنا ايه نعرف اهو نحفل ونهزر مع بعض من غير ما نضايق بعض. اه ودي دليل اهو انا وحازم ياسين. وقبل كده على فكره يا ايمن بيه اتفضل يا فندم الشاعر الكبير جمال بخيت على الدكتور. ايوه طبعا وحضرتك ده عملت مداخله كانت برضو من ال عملت له مداخله. ايوه وجمال صديق عمر يعني. ايوه اهو اهو يعني احنا الاكبر بس انا احنا كان لينا الشرف ان اول حلقه في برنامج الاهلي يحاور استضفنا عمنا ورائدنا الاعلامي الكبير الاستاذ فهمي عمر وتعلمنا منه كتير. طبعا فهمي عمر يعني قلب يعني اقول لك ربنا يديله الصحه يا رب بارك في عمره. ده من اجمل الناس اللي الواحد عرفه في حياته. انا يعني قعدت على فتره طويله على تواصل مستمر بهذا الاستاذ الكبير يعني هذا الرائد الاعلامي العظيم. صحيح. فهم عمر. صحيح. انت حضرت فهم عمر يا حازم؟ طب هو لسه كنت بقول للاستاذ ايمن قبل ما حضرتك تخش المداخله عم صلاح انه زمان ما كانش عندنا غير ال 7:05 التعليق على مباريات الدوري العام تسمع التعليق بتاع المباريات العامه على مباريات الدوري. هو كان استاذ فهمي عمر هو ده الحاجه الوحيده اللي كانت متاحه في الوقت ده فيعني كان يشكل بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا الناس توقف أشغالها أو اللي يرجع يبقى جنب راديو عشان يسمع أستاذ فهمي عمر. يا سلام يا سلام وعلى أما كان بيقفل الحلقة وبيقول معادلة بالأمان للكرة. أيوه. كان بطريقة رائعة فهمي عمر من الناس اللي هم يعني إيه فهموا ناس كتير قوي الكورة وحببوهم في الكورة بمنظور مختلف بقى يعني بعيد عن التعصب بمنظور فيه وعي وفيه لذاذه وفيه ثقافه كمان. دلوقتي لما حضرتك بتروح العياده للدكتور حازم يا عم صلاح ما كده مش ممكن يخلي عينك حمراء كده يعني وتخليك تشوف العين تطلع العين يعني مش ممكن كده يركب لك عدسات كده ما تشوفش اللون الابيض ده وبعدين بيقول لك اصل في ميه بيضة بيشيلوا الميه البيضة لكن بص انا تقريبا هروح له قريب ايوه يعني لو في ميه بيضة او حاجه لا قدر الله يعني لا قدر الله خطين حمر اكيد واحد تحتيين حاجه بلا واخد بالك واقعد اقول له ايه اهلي انت حضرتك يعني بكل انا رايح عامل الاهلي حديد وانا راكب الاهلي حديد وانا نظري حديد بقى. حضرتك بكل الحب والجمال اللي احنا يعني سامعينه من حضرتك ده شايف الوسط في ناس يعني في ناس تجار كراهيه تقول لهم ايه؟ ناس بيتاجروا بالكراهيه كده كان الدكتور حازم اتكلم عليهم في بدايه الحلقه.
احنا قيمه كبيره زي حضرتك كده في المجتمع وليك مكانه انسانيه عند ناس كتير، تقول لهم ايه؟ اقول لهم مصر اهم، مصر اهم. يعني نشجع ونتعصب وكله ونحفل على بعضنا. ايوه نحفل على بعضنا بلذاذ بادب بدون تجاوز، لان التحفيل وصل لمرحله ان بقى يعمل مشاكل وبيزيد الاحتقار، وهي كوره اصلا يا ايمن يا اخويا مش ناقصه احتقار. يعني وفيها اكثر من احنا فيه، ان احنا بنلعب من غير جمهور. يعني هنوصل لايه يعني؟ ايوه. وبعدين ما احنا بنشوف الكوره بره عامله ازاي، وبنشوف الجماهير بره عامله ازاي، واكيد بيحفلوا على بعض، واكيد متعصبين برضه كده. بس في وعي وفي شكل حلو نفسنا الشكل ده يرجع لمصر تاني. انا بص يعني لازم كل الاهلاويه والزملكاويه وكل المشجعين بتوع الانديه، يعني في انديه كتير فيها شعبيه برضه كبيره. أيوة. يشجعوا بس بدون المبالغه في التعصب واللجوء للشتيمه والتطاول والحاجات دي. اولا انا بشكرك جدا جدا ان انت يعني جبت حد مداخله. عم صلاح ده انا بعشقه كلنا والله، على المستوى الانساني وعلى مستوى التمثيل. ولو تشوف اجيال مختلفه وهي رايحه تحتفل بعيد ميلاده مش هتتخيل الراجل ده محبوب ازاي. طبعا اللي بيحبه ربه بيحب فيه عبده. صحيح. عم صلاح لا تتخيل كميه الجماهيريه، انا مش بتكلم على الشعب العادي، انا بتكلم على كل اللي بيقرب منه. يعني مغناطيس بيطلع من المشاعر من جواك ياخدها عنده، ما تفهمش ازاي، منتهى التلقائيه، منتهى البساطه. وبعدين ما في مره مثلا يحصل حاجه زي كده واناوشه وابعت له نكت على نتائج ماتشات او حاجات زي كده. الضحك اللي هو بيضحكه والجمال اللي هو فيه، يعني والله انا بسعد، بحس ان انا زي ما اكون بكلم بابايا، زي ما اكون بكلم حد هو اللي ما تكبروش قوي كده بقى. ده مش فكره السن، مش فكره السن قد ما فكره المقام والتقارب النفسي والروحاني. وبعدين متصالح جدا مع نفسه، غير العظمه في التمثيل. يعني عارف السهل الممتنع لما يبقى عظيم في كل حاجه، يعمل ادوار شر فظيع، يعمل ادوار كوميدي فظيع، ادوار انسانيه فظيع. تقدر تنسى دور الشر بتاع الدالي؟ لا طبعا. مش ممكن، استحاله. تقدر والله دور شر لا يمكن. طب تقدر تنسى كميه الادوار الكوميديه؟ ده انت لغايه دلوقتي تفتح المسرحيات بتاعت محمد صبحي تفطس على روحك من الضحك. حاجه مش ممكن. انا يعني بعشقه بصراحه، ربنا بعشقه. حبيبي يا حبيبي عم صلاح، كلنا بنعشقه وكلنا. والله يا حازم يا زين، انا وشي يبقى لون فانيلة الاهلي. طب احنا مستنيين حضرتك تيجي يوم بقى تشرفنا في قناه الاهلي بوشك الجميل، بلون فانيلة الاهلي، بلون فانيلة الزمالك، بلون علم مصر، بكل حاجه. والله هيحصل يا ايمن بيه. تشرق على قناه الاهلي. محمد العدل. طبعا دكتور محمد كمان بيعشقك. كلمني. كلمني يا ايمن بيه. والله ومحمد العدل ده صديق عزيز جدا على قلبي. طبعا. جدا يعني. وبعدين قلت له ايه؟ طب بص يا محمد، انا لازم اطلع في قناه الزمالك، انا زملكاوي. ايوه. قناه الزمالك الاول وبعدين اطلع في قناه الاهلي. قال لي عيني العقل، انت عندك حق. ففعلا بامر اللي بس اطلع قناه الزمالك، انا اليومين دول ايه عشان عندي شويه ظروف وكده، وبعدين اطلع في قناه الاهلي. وعايز اقول لحازم ياسين، رغم الهلي الزمالكاوي اللي بجد فاق الحد، انا النهارده اهلاوي رغم انف اي حد. الله اكبر. دي الحقيقه استطاره، حتى اشوفوا الكرافطه والمنديل والنضاره. حاسس فيه يوم ما كان الاهلي بيلاعب صن داونز، الحمد لله صحيح كسب صن داونز ووصل للدور النصف النهائي اللي جاي كده. ايوه بإذن الله، ربنا بإذن الله والزمالك
ويتقابلوا في النهائي يا رب. ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله التاريخ ان شاء الله يا رب يا حبيبي. مش هنلاقي اجمل من كلمات حضرتك ومن مداخلتك علشان نختم بيها حلقتنا، ونشكر يعني الدكتور حازم ياسين اللي سمح لنا ان احنا نسمع ونتداخل مع الناس العظام دول، ويسعدونا على قناة الاهلي. ويعني مش عايز اقول لحضرتك احنا يمكن افورنا شوية في الوقت علشان ولسه ما خلصناش، ومش عايزين نوقف المتعة، واحنا كمان مش عايزينك تمشي، واعتقد كمان السادة المشاهدين الكرام مش عايزينك تمشي، لكن احنا ملتزمين بوقتنا ان شاء الله على امل بلقاء تاني يا رب ما نكونش ضيوف تقال عليهم لا في الفترة اللي عادت. وشرفتنا وكان بريق عيونك اللي وانت بتتكلم له مليون رسالة ومليون اشعاع حب. نتمنى ان شاء الله باذن الله انه يدوم، ونلتقي دايما على الخير. متشكرين جدا لحكيم العيون الدكتور حازم ياسين. شرفت والله، فخر ليا ان انا هنا النهارده، متشكر جدا ليكم. يعني احنا اللي بنشكر حضرتك، وبنقول للسادة المشاهدين الكرام لعلنا نكون قضينا معاكم وقت جميل مع شخصية جميلة، مع حكيم العيون الإنسان الجميل الدكتور حازم ياسين. تصبحوا بألف خير، ونلتقي دايما في الأهلي يحاور.